مساء الخير لحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بيكم ويوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم زملكاوي وكعادتنا دائما. تحيه خاصه لجماهير نادي الزمالك. في البدايه خليني اقول لحضراتكم ضيفي ان شاء الله هيكون مين في الجزء الثاني من الحلقه النهارده. هيكون ضيفي طبعا لاعب الزمالك السابق واحد نجوم نص الملعب في نادي الزمالك السابقين كابتن احمد المرغني. هنتكلم معاه طبعا فنيا وهنتكلم عن اليوم الجميل النهارده اللي يمكن كلنا فرحانين بيه. ادخل في الموضوع على طول. الف مبروك للكره المصريه، الف مبروك لمصر طبعا وصول للمباراه النهائيه طرفها نادي الزمالك الكونفدراليه، بطوله الكونفدراليه، والف مبروك بالاخص لجماهير نادي الزمالك. يوم سعيد للكره المصريه، كلنا النهارده في حاله فرحه كبيره جدا 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 لاننا كنا مستصعبين اللقاء. وانا يمكن كنت اتكلمت مع حضراتكم في اخر حلقه ليا من 3 4 ايام هنا من خلال برنامجكم زملكاوي، وكنا قلقانين جدا جدا بعد المباراه وكنا بنفكر، وانا يمكن كنت قلت لحضراتكم ان انا والله مش خايف من الفريق اللي قدامي، انا يهمني بس ان الاول حالتنا احنا تبقى طبيعيه، حاله الزمالك يبقى اللعيبه في حالتها، يبقى اللعيبه موفقه، يبقى اللعيبه عامله سيناريو، يبقى مستر جوزيه جوميز مجهز السيناريو المطلوب، محضر لعيبته نفسيا ذهنيا بدنيا. الوقت يمكن كان بالنسبه لنا التوقيت، طب الملعب شكله ايه؟ طب شكل الجماهير؟ ده فاتحين الاستاد لكل الجماهير الغنيه وداخلين، وشفنا النهارده المشهد كان عامل ازاي؟ رغم كل ده شخصيه نادي الزمالك النهارده بتفرض نفسها سواء بره ملعبك او قبل ما يكون كمان جوه ملعبك. شفنا النهارده مباراه فيها كل فنون كره القدم، شفنا شراسه من اول دقيقه، شفنا تحضير باين مع اللاعبين، شفنا مذاكره بشكل جيد جدا جدا للخصم، شفنا مباراه مفتوحه. الفريق اللي يلعب قدام الزمالك مباراه مفتوحه لازم يفكر كويس قوي 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 قوي. يعني يمكن كان الصعوبات الفتره اللي فاتت ان احنا كنا بنتاخر شويه في بعض المباريات اللي خضناها مع مستر جوزيه جوميز، ان معظم الفرقه كانت بتلعبنا بشكل مقفول مغلق كومباكت، بتسيبك الاستحواذ عشان عارفه ان عندك لعيب الكوره موهوبه ولعيب الكوره عندها امكانيه انها تبقى عندها حلول فرديه كتير. فمعظم الفرقه اللي كانت بتلعبنا كانت بتسيبك الاستحواذ، تقول لك يا عم انا اتكتل في نص الملعب، ولو لعبت على الكاونتر اتاك مع اختراقات، وكانت للاسف ساعات يعني بيبقوا موفقين فيها جدا لان كان عندنا شويه مشاكل في الوقفه الدفاعيه اللي بالمناسبه الحمد لله بقت الى حد ما احسن شويه، لكن لسه محتاجين تركيز فيها اكتر شويه كمان. الفرقه اللي تلعب مع الزمالك جيم مفتوح في الفتره الحاليه هتدفع ثمن اعتقد مش قليل. نوعيه اللعيبه اللي موجوده، التنوع اللي موجود، سواء سرعات، سواء شوط وتصويب، سواء اختراقات من العمق، سواء كرات ثابته، وكنت اتكلمت مع حضراتكم على اهميه الكرات الثابته، وكنت اتكلمت مع حضراتكم على اهميه توقيت الاهداف، يمكن جزئيات كثيره جدا جدا عايز اتكلم مع حضراتكم فيها، لان النهارده حقنا نفرح، حقنا نبقى مبسوطين جدا بالشكل اللي كان موجود المشرف للكره المصريه، وطبعا المشرف الذي يليق باسم نادي الزمالك وحجم الجماهير اللي بنشوفها سواء موجوده في غانا وراحه ورا فريق الزمالك في كل حته، واللي جاي من الدول العربيه واللي جاي راح من مصر، وطبعا اكيد لو في جاليه موجوده في غانا وشفنا موجودين وصوتهم موجود وعالي في اي ملعب وفي اي مكان حتى لو في اخر الدنيا. فما فيش شك نادي الزمالك اسم كبير، ما فيش شك ان حتى في وقت من الاوقات يمكن دي صور من الوجود الحضور الجماهيري اللي موجود في غانا، ويمكن الحمد لله الصوت عالي ومرتفع، ودايما يا رب رايه الزمالك عاليه ومرتفعه طبعا جنب رايه مصر، ودي طبعا نقطه مشرفه. وشوف قد مهما كان الحضور الجماهيري لكن في صخب وفي صوت عالي لجماهير الزملكاويه اللي موجودين في اي مكان. وطبعا يمكن شيكابالا كمان كان موجود في المقصوره، وشيكابالا خلاص اصبح احد الايقونات المصريه في كرة القدم، وكمان مش بس كرة القدم المصرية، ده كمان كرة القدم الأفريقية. كنا بنشوف في كل المناسبات اللي شيكابالا بيبقى موجود فيها بتلاقي كل الفرق بتنزل تتصور معاه، لأن شيكابالا طبعا اسم كبير وتاريخ كبير في مصر وفي قارة أفريقيا. زي ما قلت لحضراتكم وجود الجماهير فارق بشكل كبير جدا، دعم، ثقة، إيمان بقوة فرقتها، متواجدة في ظهر فرقتها، بتروح أي حتة. شفنا كمان مجلس اداره اللي يمكن النهارده كنا شايفين كمان ان ايه اكتر من عضو مجلس اداره كان موجود وطالع مع البعثه، مدى اهميه وجديه المباراه ونقل الجديه دي للاعبين، وكمان النهارده مش موجودين وقاعدين في المدرجات تحس ان هم مجلس اداره، لا موجودين كاحد الجماهير، وده يمكن اللي عودنا عليه مجلس اداره الفتره اللي فاتت دايما تواجده وفرحته، سواء بس فريق كره القدم، مش بس كره القدم، بنشوف كذا لعبه سواء هاندبول سواء باسكت، كنا دايما بنشوف فرحه الجماهير. وزي ما قلت لكم قبل كده ان العمل الجماعي بيفرق بشكل كبير، والنوايا الخالصه بتفرق بشكل كبير جدا جدا جدا، وانكار الذات بيفرق بشكل كبير في التوفيق وفي النتائج وفي الروح الجميله، ده بينعكس وبينعكس على الجهاز الفني وبينعكس على اللاعبين وخلي كمان روح بتتنقل اكيد للجماهير، لان الصوره قدامنا ما بتكذبش. فدي نقط يمكن انا حبيت احط عليها 100,000 خط النهارده انا بحاول اتكلم الحقيقه يعني من قلبي تماما. انا مبسوط جدا 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 وحقنا نفرح،
هنيجي في وقت مش هنبالغ بالفرحه، لكن من حقنا نفرح، من حقنا ان احنا ناكد ونقول ان احنا زعماء في افريقيا، من حقنا نقول ان احنا شخصيتنا الحقيقيه هتبتدي ان شاء الله تظهر. ده كمان ايه، يمكن مش عايز اعيد وازيد، ده غير كل المشاكل وكل الامور اللي دايما والصعوبات والتحديات اللي بيعدي بيها نادي الزمالك. يكفي قبل المباراه دي بيومين بنسمع عن قصه طبعا وقف القيد، ومش عايز ادخل في التفاصيل دلوقتي، لكن يكفي ان انت بتصحى من النوم بتلاقي يعني كل شويه حاجه تحس انها بتديك خبطه تقول لك ان انت يعني مش هتقوم بسهوله. لكن سبحان الله قدر نادي الزمالك يقدر دايما يبقى قد التحديات كلها. ادي زي ما قلت لحضراتكم ايقونه مصر طبعا، ايقونه نادي الزمالك شيكابالا، وفرحه وجود شيكابالا حتى لو كان بره السكور النهارده نظرا للاصابه، ونتمنى له العوده سريعا يا رب يا شيكا. شيكابالا دوره مهم، قائد، شوف الجماهير، شوف الالتفاف حول الجماهير حول طبعا شيكابالا كنجم كبير، وعاملين له بوسترات، وده ناس ايه يعني مش نفس بلدنا ولا حاجه، لكن اسم كبير وقيمه كبيره وايقونه كبيره في كره القدم المصريه والافريقيه، وده طبعا يعني حاجه الحقيقه مشرفه للكره المصريه بشكل عام. ودعم لما اللعيب الصغير يطلع يشوف نجم الفريق وكابتن الفريق حواليه كل الالتفاف ده وحب مش بس داخل اراضينا في مصر، لا ده كمان ممتد لافريقيا، اكيد اللعيب ده بيتنقل له خبرات كبيره، وبيتنقل له شغف، وبيتنقل له طموح كبير يخليه قاتل انه يبقى موجود في نادي الزمالك على طول، ويقاتل عشان يعرف اسم نادي الزمالك ممكن يوديك لفين، ممكن يخليك انت من جواك تتحول وتتغير لحته تانية تماما وتبقى ايقونه. فده كلها مهم جدا لنقل الخبرات للناشئين لما يتفرجوا على مباراه زي دي النهارده في التلفزيون، ولا يشوفوا نجومهم، ولا يشوفوا كابتنهم بيتعامل معامله ازاي. دي حاجات من الحاجات اللي انا بعتبرها مهمه جدا جدا جدا، واحد العناصر المهمه في تكوين فريق قوي ذو شخصيه قويه وفريق صلب. وده عادة نادي الزمالك الطبيعي بتاع نادي الزمالك، رغم كل العثرات ورغم كل الصعوبات اللي عدى بيها نادي الزمالك، لكن سبحان الله قدره انه يفضل واقف صامد، يقدر يحول كل التحديات دي في اوقات قليله جدا مع مجرد شبه استقرار ومع مجرد شبه حلول، بتلاقيه موجود في منصات تتويج وكمان بيقاتل ويحاول وفرض شخصيته في اي حته سواء جوه مصر او في افريقيا زي ما قلت لحضراتكم. ان شاء الله ماشيين في التراك المظبوط. فرحه لعيبة نادي الزمالك النهارده زي ما قلت لحضراتكم الفرحه موجوده منقوله من المدرجات، من مجلس الاداره، للاعبين، للي حتى كانوا مش مشاركين من اللاعبين بره، والفرحه زي ما قلت لكم الروح بتفرق، العمل الجماعي باكد عليه تاني بيفرق. دي مش فرحه لعيبه بس، ده فرحه محبين لنادي الزمالك. مهم انك تبقى لعيب ومحب ومقتنع ومؤمن بقدراتك ومؤمن بنفسك، وانك عارف ان انت في تيم كبير، والتيشيرت اللي انت لابسه ده تيشيرت عظيم وتاريخه ممتد، وجمهوره في كل حته في افريقيا، وكمان بيمتد طبعا لكل الجاليات اللي موجوده كمان بره افريقيا في العالم كله. ففرحه الحمد لله ربنا كرمنا، وكنا متخوفين وقلقانين، بس سبحان الله الجد والاصرار والعزيمه النهارده خلت مش بس بتكسب مكسب مريح، لا ده انت الحمد لله بتكسب باداء جيد، توقيت اهداف مثالي، داخل في المباراه ما تاخرتش، كنا ساعات بناخد علينا شويه ان احنا بنتاخر في الدخول للجيم، النهارده الحمد لله ده ما حصلش، من الدقيقه 10 ولا 12 بتجيب الهدف الاول، بعديها ب 10 دقائق بتجيب الهدف الثاني، وبتقتل اللقاء وبتخلي الفريق اللي قدامك شبه مستسلم، هو حاسس انه بيلعب فريق كبير، فريق الزمالك بقى في وقت من الاوقات بحس ان انا بلعب على ملعبي، مش بلعب على ملعب اول مره العب عليه، مش بلعب على النهارده على فكره ملعب صورته ونجيله، لكن انا بقول لكم بقى بخبره الكوره ملعب النهارده ده نجيلته تقيله شويه، وملعب عالي، ويمكن دي حاجات صغيره ممكن يعني يعرفها اللي داس على ملاعب افريقيا كتير، وكان ممكن يبقى فيه تقل شويه في المجهود، وادي طبعا الصوره الجميله المعبره والمكمله للمشهد الكبير. فرحه مجلس اداره بس بطعم جماهيري، ودي حاجه الحقيقه يمكن بتاثر فيا انا شخصيا، وبتاثر الحقيقه في كل محبي نادي الزمالك لما يشوفوا ان احنا كلنا على قلب رجل واحد، مفيش حد هنا متصدر مشهد، مفيش حد بيقول انا، كله بيقول تيشيرت نادي الزمالك هو اول شيء، كله بيقول ان كلنا ورا نادي الزمالك. طبعا الحقيقه يمكن لفته جميله جدا من كابتن حسين لبيب وباقي اعضاء مجلس الاداره اللي حضروا، وكانوا مصممين ان هم يحضروا من هناك في ملعب طبعا بابا يارا اللي موجود في كوماسي، وبينقلوا طبعا الروح والعزيمه، وبينقلوا نبض الجماهير، ودي صوره كابتن حسين، هو زي ما قلت لكم تحس ان هو واحد من الجماهير. وطبعا مع دكتور حسام مندوكا رئيس البعثه، وكابتن احمد سليمان، والدكتور عبد الله جورج المستشار مجلس الاداره، وكل المتواجدين تحس كلهم روح واحده، شيكابالا حتى لو ما لعبش النهارده، وكابتن حسين، كل الناس على قلب رجل واحد. لسه صحيح الفرحه ما اكتملتش،
ويمكن كان في النهارده احتفال خاص مع طبعا مع الجماهير المتواجدين هناك، ومهم انك تفرض اسمك حتى داخل خارج ملعبك، وحتى بتفرح الجماهير اللي راحت وراك، وبتنقل نبض الشارع هنا في مصر. اكيد وصل لهم الفرحه طبعا هناك ان وصول لمباراه، خلي بالكم المباراه دي يمكن حلاوتها انها جايه بتاهل صعب، لان يمكن كان ناس كتيره كان ممكن متخيله ان وفقا كمان للظروف الصعبه اللي كنا بنعدي بيها فترات طويله والاخبار اللي كل شويه ساعات بنسمعها، كانوا متخيلين ممكن تبقى الامور اصعب علينا من كده، لكن بيبان معادن الرجال في وقت الشده، وان شاء الله تكون بدايه لخطوه الطريق. خلينا كمان وانا يعني فرحانين كده وبنستمتع ان ناخد احد نجوم نادي الزمالك السابقين معايا على التليفون، كابتن حماده طلبه. حماده مساء الخير عليك. مساء النور يا كابتن، ازي حضرتك كابتن محمد، ودايما متالق على طول كده يا رب. حبيبي حماده منورنا في قناه نادي الزمالك، والف مبروك طبعا ليك والف مبروك لكل جمهور الزمالك. الله يبارك فيك يا كابتن، طبعا الف 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 مبروك طبعا. البطل الحقيقي هو جمهور نادي الزمالك، بصراحه انا بشكرهم من خلال البرنامج بتاعك. لولا جمهور نادي الزمالك ما كانش نادي الزمالك هيروح يعمل المباراه الكبيره اللي هو عملها ديت. جمهور نادي الزمالك كابتن كان عنده ثقه في فريقه بشكل كبير جدا، اللي هم هيروحوا هناك يعملوا نتيجه ايجابيه. كانت في ناس متشائمه، بس انا لما شفت الجمهور وهو بيشجع الفرقه بعد المباراه اللي كانت في مصر، كان ديت ادت دفعه كبيره جدا للاعيبه نادي الزمالك. النهارده عملوا مباراه كبيره بصراحه يستحقوا عليها، كأداء كنتيجة كروح في الملعب، كلاعيبة كلها بتخاف على بعض، اللي بينزل ده اللي ما بينزلش، كل الفرقة خايفة على بعض. لا عجبوني النهاردة كابتن، وبشكر زي ما بقول لك هو جمهور نادي الزمالك هو السند الحقيقي للفرقة بصراحة. عجبوني، خلينا نقول النهاردة الروح كانت متغلبة جدا على أداء المباراة وعلى الجو وعلى الحاجات اللي دايما احنا في افريقيا يا كابتن بنبقى قلقانين من عامل الجو ده. انا شايف الفرقه النهارده ما شاء الله لغايه 90 دقيقه بيأدوا، ال 90 دقيقه عاملين مباراه على اعلى مستوى. انا بشكرهم من خلال البرنامج طبعا بتاع حضرتك يا كابتن، ودايما يا رب كده متالقين، وطبعا النهائي ان شاء الله تبقى البطوله ديت لنادي الزمالك يا رب. البطوله دي هتدي لهم دفعه كبيره جدا للي بعد كده، كلنا متعطشين للبطوله وبطوله في افريقيا كمان، دي ان شاء الله باذن الله هتدينا دفعه يا كابتن. يا رب. حماده انت كنت متخوف الماتش النهارده وكنت مستصعب الماتش او كنت قلقان؟ والله يا كابتن انا ما اكذبش عليك، انا طبعا كنت قلقان من الاجواء اللي احنا بنشوفها في افريقيا، وحضرتك لعبت في افريقيا وعارف الاجواء، الجو اجواء الجمهور اللي احنا كانت المباراه اللي احنا لعبناها هنا كان لعبنا بمباراه كبيره، بس كان عندنا عدم توفيق كبير جدا، ضيعنا فرص كتير وضيعنا اهداف كتير، بس انا ما كنتش قلقان من اللعيبه وما كنتش قلقان من دفعه الجمهور ليهم. كان نادي الزمالك المباراه اللي كانت هنا كان بس ناقصنا حاجه اللي احنا نفنش الهجمه صح، انما خلينا نقول اللي انا كنت طبعا واحد من الناس كنت قلقان من العوامل اللي انا بقول لحضرتك عليها، انما مش قلقان كان من الفرقه من الحمد لله عندنا لعيبه النهارده. انا اول مره كابتن اشوف نادي الزمالك، معلش مع احترام ليك، من فتره كبيره نص ملعبه بقى حاجه محترمه. يعني انا مبسوط جدا من محمد شحاته، لعيب كبير، لعيب عنده روح عاليه جدا، لعيب مستقبل للنادي الزمالك، لسه صغير في السن. النهارده لما شفناه جنب دونجا زي ما كنت بقول لحضرتك قبل كده، لو شفناه جنب دونجا هيأدي بشكل كويس، وفعلا زياد كمان يا حماده الشوط الاول كان كويس. لا جدا جدا يا كابتن، وخلي بالك النهارده عاوزين نشوف المسلوسي رجع لادائه، محمد عبد المجيد حاجه تفرح، عواد النهارده ما شاء الله عليه، مش عاوز انسى حد، كل سامسون كمان سامسون عامل ماتش كويس قوي، وكل اللعيبه كابتن كانت النهارده هايله. وزي ما بقول لك وفتوح النهارده، يعني لما شفنا فتوح كمان رجع وشفنا زيزو رجع، لا الفرقه اتظبطت، وانا بتمنى ان شاء الله باذن الله ان البطوله دي تكون لنادي الزمالك. هي زي ما بقول لحضرتك يا كابتن، وبشكر طبعا مجلس الاداره شكر خاص النهارده لما كنا كل لعيب في نادي لعيب في نادي الزمالك ولا بلعب ماتش في افريقيا وماتش مصيري واشوف كل المجلس في ظهري، زي ما حضرتك لسه كنت بتقول ديت بتدي دفعه لاي لاعب اللي يكون مجلس كله في ظهره وبيسنده. دي لفته جميله جدا، بتمنى لهم يا كابتن ان شاء الله دي تكون دي هي البطوله اللي تدي لنا الدفعه اللي بعد كده. وزي ما بقول لك كابتن، اللعيبه النهارده احنا عندنا كواليتي لعيبه 10 على 10، احنا بس نحافظ اللي احنا ان شاء الله ناخد البطوله ديت، دي مهمه جدا، وانا متفائل بها خير ان شاء الله. وبشكر تاني برضو جمهور نادي الزمالك، هو بالفعل يا كابتن هو
هو اللي ادى الدفعه الكبيره اللي خلت اللعيبه كلها تروح تأدي المباراه بالشكل دوت. الحقيقه دي طبعا حاجه انت باكد عليها طبعا يا حماده وعندك حق فيها 100%. جمهور نادي الزمالك سواء جوه ملعبه او بره ملعبه وبقاله فتره بيدعم الفريق حتى لما كان بيبقى فيه تعادلات او في حاجه الفتره اللي فاتت، هم زي ما يكون حاسين باللي بيمر بيه نادي الزمالك ولعيبته. صح صح. طيب التغييرات النهارده كانت عاجباك؟ لان انا النهارده حقيقه شفت اكتر من لعيب شارك، وعجبني كمان فكره مستر جوزيه جوميز انه ابتدى بقى ايه يجيب نصر المنسي ده يدخله شويه ويديله ربع ساعه لما الدنيا بقت كويسه، سيد نيمار يعني ابتدى يحط عينه على ايه ان الناس كلها تشارك والناس كلها تلمس الملعب وتكسب الثقه اللي موجوده. والله يا كابتن عاجبني كمان ثقه المدرب، عنده ثقه في نفسه جميله جدا، والثقه ديت واصله للعيبه بشكل كبير جدا. عنده اللي يلعب زي اللي ما بيلعبش. عندك النهارده احمد حمدي ده لاعب كبير جدا برضه، هنشوفه برضه ما شاء الله بيأدي على الفرقه بشكل كويس جدا. ناصر كمان انا لعبت معاه على المستوى الشخصي، ناصر كمان لما بيبقى في ال 18 يا كابتن خطورته بتبان. صح. وناصر من اللعيبه اللي هي طول الوقت عاوزه عرضيات من الجناب. برافو عليك يا احمد. جون. بيعرف يجيب جون، راجل عنده شراسه في ال 18. ناصر لو طلع بره ال 18 ما بيبانش اكتر، انما هو لعيب كبير ولعب ما شاء الله احنا شفناه كمان الفتره اللي فاتت كان فايق. وانا لما بيبقى عندي كابتن فرود واثنين وثلاثه بينافسوا بعض دي حاجه كويسه للفرقه. صح. انما النهارده انت هتشوف فرود واحد بس هو اللي بيلعب بشكل باستمرار، عمره ما هيقدم بشكل كويس. وبعدين حماده بقول لك ايه، شفت ربنا مثلا وفق في ماتش الجزيري كسبك في ماتش الاهلي النهارده مثلا، حتى لو هو كان الحقيقه بيعمل اسيستات كويسه جدا وهو صاحب اسيست الهدف الثالث، لكن ممكن لو هو مش هدف يبقى عندك حد ثاني بيهدف زي ما انت قلت. ايوه كابتن مصطفى شلبي يعود. بص يا كابتن هم الحمد لله احنا عندنا الفراوده ده مكمله بعض. يعني حتى النهارده ده بيلعب ده ما بيلعبش. النهارده شايفين الجزيره كان مباراه الاهلي عمل مباراه كبيره جدا والناس كلها اشادت به. المباراه اللي بعدها ادى برده بشكل كويس. النهارده ما جابش اهداف، بس عندك النهارده مناصر نزل هيأدي بشكل كويس. هي دي الروح اللي احنا عاوزينها يا كابتن. انا بقول لك النهارده يمكن وبصراحه عاوز اشكر عمر جابر يعني عمل مباراه كبيره النهارده. بقاله مستوى ثابت بقاله فتره يا حماده، انا لازم اكد عليك. لا طبعا عشان ندعمه في منتخب مصر. عمر جابر احد اللاعبين المهم جدا يبقى موجود في منتخب مصر، ده كابتن منتخب مصر. انا عمر لعبت معاه وعارف شخصيته. عمر من اللعيبه اللي عندها روح ولاعيب مؤدب جدا بره الملعب وجوه الملعب ولاعيب كبير. يعني احنا عاوزين برضو ان النهارده عمر مستواه فعلا ثابت بقاله فتره. اتمنى النهارده اللي هو يكون ليه دور في منتخب مصر. احنا عندنا اكتر من لعيب لازم يكون موجود في منتخب مصر يا كابتن. احنا عندنا لعيبه الوقت وعندنا سكواد عالي جدا 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 من اللعيبه. يعني انا نفسي اشوف محمد شحاته، نفسي اشوف دونجا، نفسي اشوف فتوح، زيزو النهارده، عمر جابر. لما يبقى عندك لعيبه كتير جدا في المنتخب دي بتدي دفعه للعيبه وبتدي له ان شاء الله باذن الله اللي احنا ننافس على البطولات اللي جايه كلها. اتمنى بس اللي احنا ان شاء الله الفرحه ما نفرحش اكتر من اللازم. برافو عليك. الفرحه يا كابتن بتضيع اي حاجه. صح. احنا شفنا لما احنا كسبنا الاهلي الناس كلها كانت طالعه فرحانه وبليغنا في الفرحه جدا. ما بيديلكش بعد كده الاداء اللي انت عاوزه. اتمنى ان احنا دي صفحه واتقفلت نفكر في النهائي، نيجي ربنا يكرمنا الماتشات بتاعه الدوري اللي هنلعبها نفكر بعد كده في النهائي. ان شاء الله باذن الله انا متفائل خير. البطوله ديت باذن الله باذن الله اول حاجه لازم تكون لجمهور نادي الزمالك، لازم اللعيبه بينها وبين بعضها. احنا لازم نحفز بعضنا، لازم نجيب البطوله ديت للجمهور العظيم، الجمهور اللي هو ساندنا، الجمهور اللي عاوز يسافر ورانا في كل حته. النهارده احنا بنشوف جمهور الزمالك بره وجوه زي ما حضرتك لسه بتقول يا كابتن. لا الجمهور ده حاجه جميله وصبر كتير، ولازم انا كلاعب احس بدوت. انا واحد لو انا النهارده كابتن انا بحس ان انا عاوز العب من فرق ما بشوف الجمهور. يعني احنا على ايامنا مثلا كان الجمهور قليل شويه. انا كنت اتمنى، انت حضرتك لعبت تحت جمهور كتير. انا كان حظي حلو الحمد لله حضرت جماهير كتير. انت حضرت جماهير، احنا ما حضرناش يا كابتن. يعني انا كنت نفسي اكون موجود في نادي الزمالك واشوف الجمهور دوت مقفل الملعب. انا كنت الحمد لله انا واحد من الناس بحب العب تحت ضغط الجمهور، بحب اشوف الجمهور هو اللي بيديني الدفعه، هو اللي بيخليني قاتل. اتمنى اللعيبه ديت لازم تكون عارفه قيمه التيشيرت وقيمه الجمهور اللي هو بيساندهم طول الوقت ان شاء الله. طبعا حماده طلبه نجم الزمالك السابق ونجم منتخب مصر السابق، بشكرك شكرا جزيلا يا حماده. حبيبي يا كابتن، حبيبي ليك ولكل الزملكاويه. الحقيقه يمكن حماده اتكلم في نقاط مهمه جدا، لعب كمان جنب اللعيبه وباحساس اللعيب الدولي، عارف ان مين لعيب يستحق يروح منتخب مصر، اتكلم على كذا عنصر. انا بقول لكم كمان محمد عواد عشان ما ننساهوش النهارده، على فكره محمد عواد ليه فضل ان يفضل الصفر موجود في مباراه النهارده، وكان من احد نجوم المباراه. في توقيتات لو دخل فيك اهداف كانت ممكن المباراه بلغه الكوره تتكهرب، تعقرب كده بلغه الكوره وتدي مش بس عقربه دي، بتدي في نفس الوقت ده دفعه معنويه للفريق المنافس مع الجماهير مع ارضه، بتلاقيه الشحن اختلف. لكن لما عواد بيصد اكتر من كوره في وقت صعب
بتدي بتهمد الفريق اللي قدامك، بتديله نوع من انواع الاحباط، وبتفوق زمايلك، تحس ان انت معاك حد فايق واقف في يومه بتساعدك على ان انت ترجع تاني تفوق. وده اللي حصل بالفعل النهارده، وعرفنا نجيب الهدف التاني والتالت الحمد لله يمكن. وكمان بقى ابتدينا نشوف الاداء الحلو، مدرسه الفن والهندسه اللي هي بقى اللعيبه بتلعب بروقان، ويمكن ده الحاجه اللي كانت متاخده علينا. يمكن انا شايف ان بصوا نجاح اي مباراه سيناريو، المدير الفني القوي جدا اللي يعرف يخلق سيناريو في المباراه يقدر يخلي لعيبته تكتسب ثقه، يخلي لعيبته تطلع امكانياتها، يعرف يخلي لعيبته يعمل تغييرات ما تقللش رتم الماتش، لا تفضل محافظه على رتم المباراه ورتم الضغط اللي موجود وتقسم المباراه. يعني النهارده حسينا ان المباراه سهله، اتسهلت ليه؟ الهدف المبكر. يمكن لو كنا جبنا هدف مبكر على فكره في مصر كان ممكن نلاقي مباراه شبه دي بسيناريو شبه ده، لكن خلاص ربنا يمكن ما ارادش اراد نحطنا في امتحان صعب عشان اللعيبه دي تصدق امكانياتها وتصدق نفسها وتعرف انها تعرف تكسب بره وجوه. وبالمناسبه اللعيبه دي والجهاز الفني ده محتاجين يشوفوا مكسب بره ملعبهم بالطريقه دي، محتاجين عشان هم يؤمنوا يعني يبقى عندهم ايمان بنفسهم ويبقى عندهم ثقه ان هم عندهم امكانيات كبيره، وان بس فكره التجانس اللي احنا كنا بنتكلم عليه من فتره، فكره عنصر الوقت اللي كان دايما مش في صالحنا اللي هو بيجيب انسجام وبيجيب هارموني او يعني انسجام بشكل عام وتجانس، ده بيبقى غصب عنك محتاج وقت. لما بتقطع بيه فوز في مباريات مهمه زي مثلا مباراه الاهلي الديربي الشهير في افريقيا كله مش بس في مصر، زي مثلا مباراه خارج ملعبك مع فريق في قبل النهائي في الكونفدراليه، لما بتلعب في الماتشات دي وبتقدر تحقق مكسب انت غصب عنك بتبدا تشوف بقى ايه لعيبتك وبتعرف حجمك الحقيقي، وبتدي رساله للمنافسين اللي قدامك ان انت فرقه ما بتهزرش، فرقه قويه، فرقه عندها حلول. النهارده الزمالك بيجيب هدف من كره ثابته، النهارده بيجيب هدف ده طبعا اللي هو بتاع المسلوسي، شفنا المسلوسي تالقه، لازم نتكلم على المسلوسي كتير ولازم نديله حقه. المسلوسي مستوى ثابت بشكل كبير جدا وفارق بشكل كبير قوي 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 في مركز قلب الدفاع، ومفوق حسام عبد المجيد، وتحس ان هو بقوا خلاص بقى في بينهم انسجام قوي ما بينهم، بيغطوا بعض فترات كبيره. فنقطه مهمه لما يكون عندك لعيب خبره وخبره دوليه زي حمزه المسلوسي لازم اهنيه واحييه على اصراره وعلى جلده وعلى كمان خلى يعني مضى مع نفسه كده، مضى مع جمهور نادي الزمالك عربون محبه بقاله فتره كبيره جدا ودخل قلوب الزملكاويه، ده بالنسبه للمسلوسي. فانا الحقيقه مش عارف اتكلم على مين ولا مين عايز اتكلم، بس انا في الاخر اقول لكم مش هبالغ، لكن في الاخر اقول لكم مش هبالغ، لكن لازم اتكلم ان انا نفرح وكل حاجه وناخد يوم ولا يومين، بس طبعا احنا عندنا ما بنفرحش غير بالبطوله. نادي الزمالك يهمه الفرحه بالبطوله، نادي الزمالك متعود ان فرحته ببطوله، فدي نقطه في غايه الاهميه. ويمكن كمان احنا زي ما قلت لكم انا النهارده مبسوط بقى ايه؟ فنيا استمتعت، تكتيكيا استمتعت، انضباط وتمركز والتحولات من الدفاع للهجوم او من الهجوم للدفاع، سواء جوه الملعب او بره الملعب، التزام بشكل كبير، التغييرات لما اتعملت في انسيابيه وفي سهوله ما تحسش ان الريتم اتكسر او وقع، فكل دي حاجات الحقيقه من الحاجات الايجابيه الكبيره لازم اتكلم عليها. كنت بقول لكم النهارده تعددت المشاهد بقى بتاعت الحلاوه بتاعت مدرسه الفن والهندسه. انت النهارده جايب جون الحمد لله من ضربه ثابته، وكنت قلت لكم اهميه الضربات الثابته لان عندنا المسلوسي وحسام عبد المجيد من الناس اللي بسم الله ما شاء الله بيعرفوا يشتغلوا على الكرات الثابته بشكل كويس، وقلت لكم ان زيزو من اللاعبين اللي بيعرفوا يعملوا الضربات الثابته بشكل مميز جدا جدا جدا، فالنهارده زيزو عملها اسيست، وبعد كده يمكن لقينا المسلوسي في تمركز جيد وشراسه على المرمى، عرفت تجيب جون في توقيت مثالي. طيب الهدف الثاني وتنوع من لعب باص قصير، وبعد كده سامسون بيعرف يعدي بيعمل تحرك بشكل جيد وبيشوط بشكل جامد جدا 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 في الزاويه البعيده، وتفوق سامسون وتدي ثقه للاعيبه الزمالك. في الحقيقه في تنوع في الهدفين، الهدف الثالث بتضرب بيه الاوفسايد، وسيف الدين الجزيري بيعمل اسيست لمصطفى شلبي رائع جدا وبهدوء جوه ال 18. الهدوء ده يجي منين بقى؟ يجي ان انت كسبان 2-0 تحط اللعيب في ظهرك فيطلع امكانياتك الحقيقيه، ده بقى اللي بيطلع قدرات اللعيبه اللي هي تكو تقسيمه المباراه، المدير الفني الجيد اللي يعرف يعمل سيناريو جيد، اللي السيناريو يخدم امكانيات لعيبته ويخدم ده على ده، فده النهارده الحمد لله حصل. شفنا تنوع حتى في احراز الاهداف، ومصطفى شلبي جاب الهدف الثالث بروقان وبهدوء كانه بيركن الكوره، يعني بنالتي والامور كانت الحمد لله ميسره، وابتدينا كمان نشوف لعب جماعي بقى والدوتوهات ويهدي الريتم ونتقل على الكوره وندور الملعب ونعمل تغييرات من بره، فكان الحقيقه كانت كلها امور ايجابيه بشكل الحمد لله يعني مرضي لينا. لكن مش ده اخر حاجه، احنا محتاجين ان احنا ناخد البطوله نفرح عشان اللعيبه دي تستاهل، الجماهير دي تستحق، المجلس الحالي بيحاول يعني يجتهد ويشتغل تحت عمل جماعي وتحت روح جماعية كبيرة وتحت اسم يعني حاطين فوق دماغهم بس اسم نادي الزمالك، حقيقة كلنا في نفس المسار. ودايما بقول لكم ان
حسن الاداره دايما بيصنع حضاره. ان شاء الله نكون على اول الطريق الصحيح، وان يعني يكلل مجهود كل مجموعه العمل اللي موجوده، سواء اداريين سواء فنيين سواء محللين سواء اي حد في منظومه كره القدم، يكلل مجهودنا باذن الله رب ببطوله كويسه جدا وبطوله نفرح بيها. طيب خلينا بقى نشوف كمان حاجه يعني خاصه لنادي لقناه نادي الزمالك. شوف المحاضره الفنيه اللي قبل المباراه بتاعه نادي الزمالك، صوت وصوره، نشوفها ونرجع لحضراتكم تاني. كل الثواني بتاعها كده. They are praying and supporting you. بيصلوا لنا 2000%. 200% بيصلوا وبيدعمونا يا رجاله. So guys, as a family. كعيلة. We go to the pitch like this. نروح الملعب كده. As a family. كعيلة مع بعض. Together, ها؟ مع بعض. Nobody can destroy this. مش هنقدر start the game like this. نبدأ الماتش كده. And finish the game like this. خلصوا كده. Everybody helping each other. كل واحد يساعد الشباب. كل واحد. عمر ليس اي كام اند اي بروتكت هيز باك. عمر الرجاله تنقص وحد يغطي ظهره ويحميه. So this is I'm talking about your attitude, your energy. الطاقه بتاعتك الرجاله في الملعب. After how can we use this energy? ازاي نستخدمها في الملعب؟ I want to see again. I think. I want to see Shalab and Zizou. عاوز اشوف شلب وزيزو بره الملعب. I want to see Omar and Fatou. وعمر فتوح جوه الملعب. Involved in the attack there. نهاجم من جوه. You have always Ziyad and Dunga. هتخلي دونجا behind the ball. تحت الكورة. To put the ball moving. بيخلوا بيحركوا الكورة ويدوك حلول. Samsung and Jaziri. Samsung and Jaziri. One go, one us, one go, one us. واحد بيروح واحد بيروح يستلم الكورة. Samsung make a movement. الحقيقه كلام يمكن لفت نظري بشكل كبير جدا. نقطتين مستر جوزيه جوميز كان بياكد عليهم بشكل كبير، ويمكن طريقته في المباراه انا اعتقادي في ده كان ليها جانب في التاثير الذهني والنفسي على اللاعبين. فكره ان انت تبقى لعيبه نازله مشدوده ونازله بتلعب كوحده واحده. النهارده كان عمال ياكد على ان يبقى كلكم وحده واحده، محدش يقدر يدمر الوحده الواحده دي، سواء من بدايه اللقاء او لحتى اخر اللقاء. ده اللي اكد عليه مستر جوزيه جوميز في المحاضره. واكد على حاجه ثانيه مهمه انا شايف انها كانت مفتاح السر برضو بعد فكرة الوحدة الواحدة، ان انت تحط في دماغك انك تلعب انك تجيب جون. وده كان حقيقة ظاهر من اول دقيقة. كنت شايف شراسة، كنت شايف ضغط بشكل مميز، وشايف ضغط جماعي في معظم انحاء الملعب. زي ما تقول فرقة بتدي رسالة لفرقة دريمز انها نازلة تجيب جون، وده اللي حصل. بعد 10-12 دقيقة بتعرف تجيب جون، وانت وانس انك تجيب جون بره ملعبك، وطبعا بالحسابات اللي هي الهدف الاعتباري وكده، انت خلاص بتنقل لهم ضغط كبير. نقلت الحضور الجماهيري ده ان هو بقى لود عليهم هم وضغط عليهم هم، وان انت حطيتهم في ازمة كبيرة. نقلت لهم بقى كل الصعوبات اللي يمكن كانت ممكن تكون منقوله لنا هنا وسربعتنا وخلتنا متسرعين في مباراة القاهرة. فلما تأكيدك على الهدف الأول وكمان ان انت ما همتش، لا بتجيب الهدف التاني، انت هنا قتلت المباراه بايدك، صعبت المباراه على المنافس، وعرفت تاخد اللي انت عايزه من اللقاء. وبدا بقى شخصيه نادي الزمالك الحقيقيه تطلع، ويحسب طبعا للاعبين ان هم فضلوا ايد واحده زي ما مستر جوزيه جوميز اتكلم وقال لحد نهايه اللقاء. وده كمان شجعه انه يعرف يعمل تغييرات تقدر تحافظ على رتم اللقاء ويريح اللاعبين اللي عملوا مجهود كبير جدا في خلال ال 70 80 دقيقه اللي لعبوها، ويدي دم جديد للفرقه، وكله يبقى استفاد. ان انت استفدت من النتيجه، استفدت من اللاعبين، استفدت الحمد لله مفيش اصابات، استفدت انك فوقت اللعيبه اللي نزلت، ريحت لعيبتك، في مكاسب مهمه جدا جدا. كمان انا قلت لكم النهارده احد نجوم المباراه ولازم ادي له حقه، والصاحب الفضل برده طبعا مع زمايله انه يكون يحافظ على رقم صفر، ما يدخلش فيك هدف عشان المباراه ما تعقدش. طبعا نجم حراسه المرمى في نادي الزمالك ومنتخب مصر محمد عواد، اللي انا في اعتقادي برده بيثبت اقدامه بقوه في منتخب مصر. كان في لقاء مع محمد عواد بعد المباراه، خلينا نشوف عواد قال ايه ونرجع لحضراتكم تاني. معايا ومعكم طبعا نجم نجوم نادي الزمالك اسد حراس المرمى كابتن محمد عواد. ده كابتن محمد ببارك لك حبيبي، ربنا يخليك. مبروك لجمهور نادي الزمالك، ومبارك للعيبه والجهاز الفني ومجلس اداره النهارده. يعني الحمد لله، يعني الماتش كان صعب جدا، وقدرنا ان احنا ناخد اللي احنا عايزينه من الماتش، وببارك لكم يعني مره ثانيه. جمهور الزمالك كابتن كان قلقان قبل الماتش نظرا للظروف المحيطه بالماتش، ولكن فوجئنا بنادي الزمالك ما شاء الله حاجه اداء ونتيجه. الاجواء هنا طبعا زي ما انتم شفتوا اجواء صعبه جدا، رطوبه عاليه،
ويمكن احنا صعبنا الماتش على نفسنا من مصر، لكن اللعيبه رجاله وعلى قد المسؤوليه. النهارده الحمد لله ربنا كرمنا، والفرص اللي جات لنا قدرنا ان احنا نخلص فيها الماتش، ويعني الخطوه خلاص خلصنا الماتش النهارده، هنفرح ونتبسط وان شاء الله نبدا نجهز نفسنا الفتره اللي جايه باذن الله للمرحله اللي جايه ان شاء الله. شفت جمهور الزمالك ازاي يا كابتن؟ بنشكرهم طبعا، الناس اللي جت وساندتنا من مصر وجت حفزتنا في التمرين قبل السفر، فده مش غريب يعني على جمهور نادي الزمالك، دايما بيبقى واقف في ظهرنا ودايما بيساندنا في الاوقات الصعبه، وده اللي احنا شفناه حتى بعد الماتش، ساندوا اللعيبه واتكلموا على اللعيبه بشكل ايجابي، وده اللي احنا متعودين منهم عليه يعني، فبنديلهم الفوز ان شاء الله نقدر نجيب البطوله ونهدها لهم باذن الله. ان شاء الله كابتن عواد بشكرك جدا وبهنيك على مستواك الراقي وبهنيك على الفوز. لا مبروك يا كابتن عمر. كابتن عمر كلمه كابتن كلمه كابتن ما يعني كابتن عمر كابتن نادي الزمالك المتالق المتالق كابتن عمر الف مبروك لجمهور نادي الزمالك. تقعدوا من بطوله يا كابتن باذن الله، دعواتهم معانا ان شاء الله. يعني لقاء خاص طبعا مع كابتن عواد وكابتن عمر جابر نجوم نادي الزمالك ومستمرين في لقاءاتنا معاكم. طبعا حاله فرحه موجوده عند عواد وعمر جابر، وقد ايه تحمل المسؤوليه مهم جدا، بس انا لفت نظري كلمتين مهمين جدا سواء قالها عواد او عمر جابر، وهي فكره احساسهم بفضل الجماهير. دايما بيتكلموا نهدي الفوز لجماهير نادي الزمالك، احساسهم بفضل الجماهير ودعم الجماهير الفتره اللي فاتت، ومقدرين هم الحته دي وعارفين انها فارقه معاهم معنويا بشكل كبير طبعا، مما ينعكس على ادائهم فنيا جوه الملعب وعلى ان شاء الله النتائج دي. الحقيقه حاجه برضو لفته نظرنا بشكل يعني مهم، ان الفضل يرجع اكيد لجمهور نادي الزمالك. كمان من الحاجات اللي كانت من المكاسب اللي كانت موجوده النهارده ان بقى عندنا ثنائيه كمان كويسه شايفينها في نص الملعب، سواء بدا زياد كمال مع نبيل دونجا او انتهت بشحاته اللي كان بقاله فتره الحقيقه بنشيد بيه ومتالق بشكل كويس جنب دونجا اللي مستواه ثابت بسم الله ما شاء الله، اللي لازم يكون متواجد في منتخب مصر. دونجا بيقدم يعني 7-8-10 مباريات اللي فاتت دول بشكل رائع، مستواه بسم الله ما شاء الله ثابت بشكل كبير. كمان لما انضم له محمد شحاته حسينا ان بقى في دويتو من نوع مختلف جوه نص ملعب نادي الزمالك، ونهوا المباراه بشكل مميز وحافظوا على ريتم المباراة وتكملة للي احنا شفناه الفترات اللي فاتت في الشكل واستحواذ نص الملعب والربط ما بين اللعيبة والجري في كل حتة في الملعب، وانك تدوس برجلك على كل حتة في النجيلة. دي سمة لعيبة الميد فيلدر او النص ملعب اللي دايما يكون لازم عندهم باور، يكون هم حلقة الربط ما بين اللي سواء الدفاع والهجوم، وبيبقوا مهمين في السكند بول انك تقطع الكورة سريعا. خلينا نشوف كمان حوار مهم جدا جدا مع دونجا وشحاتة ونرجع لحضركم تاني. برحب بكم من جديد، معكم طبعا نجوم نادي الزمالك، طبعا نجوم خط وسط نادي الزمالك الوحوش، كابتن دونجا، كابتن شحاته. كابتن دونجا برحب بيك. كابتن زيزو بقى، كابتن زيزو بقى مبروك لجمهور نادي الزمالك العظيم. مليون مبروك كابتن. كابتن دونجا برحب بيك، ببارك لك على المستوى الاكثر من رائع ما شاء الله، نمسك الخشب، ببارك لك على النتيجه والصعود. اول حاجه بحمد ربنا على المكسب، واللعيبه دي رجاله استحملت حاجات كتير وسط الضغوطات اللي احنا فيها، الحمد لله ربنا عوضنا خير. الماتش اللي في مصر جايين كنا مركزين على المكسب، عارفين امكانيات نفسنا، الحمد لله بشكر اللعيبه الرجاله في الملعب، وان شاء الله ربنا يكلل تعبنا بالبطوله. جمهور الزمالك مبسوط بالمستوى الرائع اللي بتقدمه؟ والله الحمد لله، الواحد جاي هنا عشان ياخد بطوله، وان شاء الله احنا لسه ما عملناش حاجه. بشكر الناس الجمهور اللي جانا من مصر، واحنا عارفين تعبوا قد ايه وبيتعبوا في كل حاجه ورانا، بشكرهم وبشكر الجمهور اللي كان بيتابعنا، والحمد لله على المكسب. اسيب لكم شحاته بقى، ربنا يكرمكم ان شاء الله الفتره الجايه ونستقبل الزمالك من بعد ان شاء الله. ان شاء الله جميل. الروح الجميله دي يعني شايفين طبعا الروح الجميله بقى بين كابتن دونجا وكابتن شحاته. كابتن شحاته مستقبل نادي الزمالك اللي جمهور الزمالك كله براهن عليه. كابتن شحاته برحب بيك، ببارك لك على الصعود النهارده. شعور عامل ازاي بقى وانت مع نادي الزمالك كده والجمهور في المدرجات والصعود لنهائي الاميره الافريقيه؟ طبعا يعني الحمد لله على المكسب النهارده، كان مكسب معنوي طبعا لينا وللجمهور كله. الجمهور كان الجمهور مستني الفرحه زي دي اصلا من بدري، والحمد لله ربنا كفانا، وان شاء الله يعني النهائي ان شاء الله بتاعنا باذن الله والكونفدراليه لينا ان شاء الله يعني. ودايما الحمد لله يعني ان الجمهور هو دافع لنا رقم واحد لينا طبعا، وبنشكر الجمهور اللي جه من مصر لحد هنا طبعا، يعني ده طبعا بنشكرهم جامد طبعا. الجمهور ده يا كابتن بران عليك دايما، يعني بنشوف جمهور الزمالك دايما بيعشم خير قوي في كابتن شحاته كنجم من نجوم نادي الزمالك القادمين ان شاء الله.
وان شاء الله يعني يكون عند حسن ظنهم ان شاء الله باذن الله يعني ونقدر يعني نجيب لهم بطولات ان شاء الله والمزيد من البطولات باذن الله. اول بطوله قريبه من كابتن مشحات ان شاء الله باذن الله هتكون بطوله ويعني بطولات كتير ان شاء الله بامر الله ان شاء الله مشحات ان شاء الله. شكرا شكرا. طبعا مع كابتن محمد شحاته كابتن دونجا كابتن زيزو طبعا زي ما شفنا ومستمرين معاكم في لقاءاتنا باذن الله. عجبني جدا الحقيقه دايما تاكيد لعيبه الزمالك على دايما احساسهم بالجماهير وان حتى لو في فرحه يا جماعه لعيبه نادي الزمالك بتفرح فرحه كبيره قوي كده لان ظروفهم غير عاديه مش نادي اموره سهله ومتسهله ومتيسره فالامور بسيطه لا دايما بيكسبوا في وسط تحديات صعبه بس عاجبني دايما كلامهم رابطينه بالجمهور وحاسين ان هم نفسهم يسعدوا جمهور نادي الزمالك وفي منهم اللي نفسه يكتب شهاده ميلاد حقيقيه مع جمهور نادي الزمالك طبعا المنضمين حديثا ان شاء الله ليهم كل التوفيق. كمان ناخد مفيدنا مفيد قناه نادي الزمالك من غانا رامي بشاي ونرجع لحضراتكم تاني. طب كويس ده من خلال زوم رامي كويس رامي معايا على الهوا. رامي مساء الفل يا كابتن. مساء الفل عليك عامل ايه؟ كله زي الفل طبعا ببارك لحضرتك وبارك للملايين من جماهير نادي الزمالك في جميع انحاء العالم مش بس في مصر على الفوز النهارده الفوز اللي كان عن استحقاق الحقيقه والصعود لنهائي بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. ده يمكن ده انا مبسوط بقى ان انا جيت لي من خلال زوم عشان اعرف ايه اتناقش معاك واسالك اسئله رايحه جايه لان يهمني طبعا معاك. الف مبروك طبعا للبعثه كلها هناك ويعني الله يبارك فيك وفرحه كبيره لكل جماهير نادي الزمالك بس فرصه بقى ان انت معايا على الهواء عشان اعرف بقى الاجواء عندك عامله ازاي. شفنا حضور جماهيري جوه المدرجات شفنا فرحه مجلس الاداره كانهم جماهير شفنا الفرحه مع اللاعبين يعني عندي اسئله حقيقه كتير جدا عايزك كمان تكلمني على الجو وتكلمني على ارضيه الملعب الرطوبه شوف بقى كام سؤال وكلهم ترد لي عليهم. طيب في البداية احنا مجرد ما وصلنا للملعب المباراة الجو كان كويس حتى كان اللعيبة مبسوطة مرة واحدة لقينا الجو بقى صعب جدا ودرجة الحرارة ارتفعت والرطوبة ارتفعت جدا والشمس ضربت كان الشمس مغيبة كده ولكن الحقيقة كان من البداية وده ما شفناهوش النهاردة بس شفناه امبارح بأول امبارح ومن أول يوم وصلنا فيه غانا في إصرار مش طبيعي إن دايما حتى في الأحاديث الجانبية بين اللعيبة وبعضها تعدي كده وانت ماشي في اللوبي تلاقيهم بيتكلموا على الماتش وترابيزه ثانيه لعيبه ثانيه بيتكلموا عن اللاعب رقم 6 واللاعب رقم 19 وعندهم ده مميز فكان انا شفت الحقيقه تركيز مش طبيعي من اول يوم من اول ما كنا في المطار في القاهره تركيز مش طبيعي على المباراه وكان في اللي هو احنا رايحين وما عندناش اي بديل غير الفوز. ارجع للي حصل النهارده في المباراه زي ما قلت لك الجو كان صعب وحتى كان برده في البدايه قبل الماتش تقريبا بساعه كان عدد الجمهور قليل قوي يعني كان الحته اللي هي في الوش دي كان فيها جزء صغير من الجماهير وكان عمالين يشجعوا كده مره واحده قبل المباراه ب 10 دقائق لقينا الاستاد كله اتملى وكان اجواء حماسيه جدا جدا حتى واحنا طالعين من الملعب لان بيبقى فيه الاتحاد الافريقي بيحدد عدد معين بيبقى موجود في الملعب على الدكه ففي ناس من اللعيبه اللي خرجت بره القايمه الباقي الجهاز الطبي او الاداري فكلنا خرجنا وكان معانا كابتن شيكابالا لا انت طالع اصلا وسط المدرجات الناس يعني زي كده عايز تاكلك فكان طبعا الاجواء في كوميسي النهارده ما كانتش سهله بالمره ولكن لعيبه نادي الزمالك زي ما قلت لك كانوا رجاله وكانوا على قد الوعد والكلمه اللي كانوا واعدين بعض بيهم على قد الكلام اللي اتفقوا بيه ان من اول يوم يا جماعه احنا ما عندناش اي فرصه ولا عندنا اي اختيار غير ان احنا نرد جزء من الجميل الصغير لجماهير نادي الزمالك اللي بتكون موجوده ورانا واحنا اللي كنا خرجنا من مباراه الذهاب 0-0 فدي مشكلتنا احنا اللي هنحلها والحمد لله النهارده ما كسبوش 1 ولا 2 لا بالعكس ده كسبوا 3-0 والحمد لله وصلنا للنهائي وتاهلنا عن جداره عن استحقاق. طب كان في تسهيلات لدخول جماهير المصريه هناك او يعني الجاليه المصريه او اللي راحوا يتفرجوا على المباراه؟ الحقيقه يعني الـ الـ الامن هنا في غانا متعاون جدا 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 يعني حتى ده بنشوفه في التنقلات بتاعتنا. كوماسي هنا زحمه قوي زحمه بشكل مش طبيعي لكن كان بيبقى دايما معانا عربيات شرطه كانت بتسهل لنا الطريق يعني لدرجه ان كان بيدخلونا بعض الطرق كان ممكن يمشونا في طرق مش هي دي الطرق الصح يعني كان ممكن يمشونا عكس مثلا في مقابل ان هم يسهلوا لنا الدنيا ويسرعوا لنا الدنيا ونكون موجودين في الملعب او في التدريب كان في تسهيل للجماهير. النهارده الجماهير المصريه اللي موجوده في غانا بعد الماتش بتحتفل ويعني باعداد كبيره اعداد احنا لما جينا هنا كان في مجموعه من الشباب المصريين اللي كانوا معانا على طول على مدار الايام اللي فاتت كانوا بيحاولوا يقدم لنا المساعده بكل الاشكال ولكن طبعا كابتن عبد الواحد والجهاز الاداري كانوا مظبطين كل حاجه لكن الناس كانوا بيعرضوا خدماتهم قالوا لنا ان احنا تقريبا 200 واحد موجودين هنا
مصريين في كوماسي يكونوا موجودين في الماتش. تفاجأنا ان خلال الماتش تواجد اكتر من 200 بكتير، وكمان تواجد اعداد من الناس هنا في الغانيين، يعني الشعب الغاني اللي شجعونا معاهم عشان هم شغالين مع اخواتنا المصريين اللي شغالين هنا. عايز اقول لك كام حاجه كده بسرعه فضل. والحقيقه يعني دي حاجات انا كنت شاهد عليها خلال الايام اللي فاتت، وكان في دور كبير قوي للكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. كان في جلسه مهمه قوي امبارح، الكابتن حسين قعد مع اللعيبه وكانت جلسه مغلقه، واتكلم معاهم عن اهميه الماتش، واتكلم معاهم عن ضروره تحقيق الفوز. كانت الجلسه طويله تخطي تقريبا نص ساعه، اتكلم معاهم عن كل شيء، حتى احنا ما كناش موجودين في الجلسه لان الكابتن كان حابب يقعد مع اللعيبه والجهاز الفني بس، ولكن بعد الجلسه كده اتكلمنا وعرفنا ان الراجل وعدهم بمكافئات. اتكلم معاهم عن دور الجمهور معانا الفتره اللي فاتت، اتكلم معانا عن معاهم عن اهميه البطوله دي. احنا كان جلسه كده اتكلمنا مع كذا لاعب بعد الجلسه بمثابه كده، كان جلسه ليها مفعول السحر كده. والنهارده حتى هو الراجل معاهم في المطعم بيحتفل بيهم وبيشكرهم وبيبارك لهم، كذا لعيب قال له وفكروا بالجلسه بتاعت امبارح وهو وعدهم، قال لهم ان انتوا ليكوا مكافاه، ومكافاه خاصه، وهتكون مكافاه اكبر من اللي موجود في اللائحه. يعني مثلا لو اللائحه بتقول ان كل لاعب هياخد رقم معين، لا هياخد قد نص تاني. ودي كانت بادره طيبه جدا منه ان هو يقدر التعب بتاع اللعيبه ويقدر المجهود. هو قال كده انا تواصلت مع مجلس الاداره وان شاء الله هيكون ليكم مكافاه زياده عن المكافاه اللي موجوده في اللائحه او المكافاه اللي المفروض تكونوا بتاخدوها. ده كلام طبعا جيد لمزيد من خلق الدوافع من خلال طبعا كابتن حسين لبيب. وانا الحقيقه شفت النهارده اصرار حتى والله، يعني باين لنا باحساس الملعب واحساس لعيب كوره سابق ان اللعيبه كان عندهم رغبه شديده جدا جدا هم يعني يثبتوا ذاتهم قبل اي شيء النهارده. طيب المباراه النهارده كانت يعني الساعه كام بتوقيت غانا؟ عشان هنا بالنسبه لنا الساعه 7 مساء. كانت الساعه كام هناك؟ اول مباراه كانت، انا اسف اتفضل سوري معلش، المباراه كانت بتوقيت الساعه 4 بتوقيت غانا. كانت المفروض تبقى عندنا بتوقيت الساعه 6، ولكن طبعا تغيير الساعه بقت 7. الساعه 4 ده هنا بيبقى اخر الساعات اللي هي بتبقى حر جدا، يعني الشوط الاول كان بيبقى درجه الحراره صعبه جدا جدا، الشوط الثاني بتبدا تدريجيا تخف. يعني كام تقريبا كام درجه حراره تقريبا؟ كنت عايز اسالك فعلا السؤال الثاني ده. بص، درجه الحراره معقوله، هي القصه كلها مش في درجه الحراره، القصه كلها في الرطوبه. نسبه الرطوبه عاليه جدا جدا، يعني ممكن تكون درجه الحراره 33 او 35، يعني بتلعب ما بين درجتين، لكن الرطوبه عاليه جدا ما بتقدرش تخليك تتنفس. احنا طلعنا فوق المدرجات ونزلنا ثاني، ما كناش الحقيقه قادرين ناخد نفسنا، وكان الموضوع صعب خالص. فما بالك بقى اللعيبه اللي بتبذل مجهود. ولكن بمناسبه الحته دي، يعني كان في دقه كبيره جدا جدا في كل تفصيله في المعسكر، من اول يعني مثلا بعثه نادي الزمالك واخده كل الاكل والشرب من هنا، بعثه نادي الزمالك واخده شيف كان بيبقى معاه الجهاز الطبي ومعاه الدكتور، هنا في دكتور مسؤول عن التغذيه، فكل الاكل اللي يساعدك علشان تقدر تلعب في الجو ده وفي الرطوبه دي. فما كانش في حاجه الحقيقه، يعني مش عشان احنا كسبنا او نادي الزمالك حقق الفوز بقول كده، ما كانش في حاجه للصدفه. التفاصيل اللي هي العلميه، دي نقطه اللي هي الاداره، حسن الاداره، تفاصيل علميه تساعدك، عناصر مهمه مكمله للشغل الفني جوه الملعب. بالظبط. كمان عايز اروح معاك لنقطه تخص الكوتش جوميز. هو كان دايما حريص انه يتكلم مع اللعيبه، وكان دايما في الاوقات اللي هي ما بين الوجبات واللعيبه ممكن تبقى قاعده في اللوبي او كده، يجيب لاعب او اثنين ويتكلم معاهم ويبدا يشرح له بعض من الاجزاء ده في الاوقات العاديه مش اوقات المحاضره. وطبعا كان في المحاضره اللي بدات تنتشر على السوشيال ميديا من شويه، طبعا كابتن عبد الواحد السيد مدير الكوره كان نشرها، فبان قوي الحماس اللي كان بيتكلم بيه الراجل والتاكيد على تفاصيل كتير معينه، حتى لدرجه بيشرح حاجات في الخطه لو ده طلع لو ده اتلم لازم حد يغطي، ما ينفعش نسيب مساحه. فالحقيقه جوميز وجهازه قاموا بمجهود كبير جدا خلال اليومين ثلاثه، مش اليومين ثلاثه، من قبل كمان ما نيجي القاهره، وده بان طبعا لحضرتك الكابتن وبان لكل الناس النهارده في المباراه. احنا لسه زعين الفيديو ده على فكره يا رامي، من شويه كنا لسه بنذيع المقطع ده، وكان باين الحقيقه بالزبط. يعني طريقه الكلام والتفاعل مع من مستر جوزيه جوميز وفكره الوحده لوحده، والحقيقه ده كمان كلام اتعمل على فكره. كمان انت نقطه مهمه، يمكن دي صوره من لقطات من الفيديو اللي رامي بيتكلم عنه واللي احنا كنا لسه بنقوله، ان المحاضره اللي كانت محاضره المباراه قبل المباراه بساعات قليله جدا. فكمان يمكن يا رامي من الحاجات الحقيقه اللي انت لفت نظرنا هي اللي هي فكره ان انت تقسيم المباراه، وانك عرفنا ننهي المباراه من الشوط الاول. خلي بالك دي نقطه مهمه عشان ما تطولش عليك المباراه. كلمه ما تطولش عليك المباراه دي، المباراه لو انت ما جبتش هدف من الاول هتضطر ان انت تبذل مجهود مضاعف
الشوط الثاني مع عنصر الوقت والجو والرطوبه دي الحقيقه هتبقى يمكن صعب المباراه، فده برضو احد السيناريوهات اللي المدرب الذكي يقدر يفرضها على الفرقه المنافسه، وده اللي حصل الحمد لله وقتلت المباراه من بدري الشوط الاول. عايز اقول لحضرتك حاجه، اتكلمنا مع الكوتش بعد الماتش خصوصا بعد ما خرجنا من المؤتمر الصحفي، اتمشينا معاه طرقه كبيره كده لحد ما ننزل تاني لارض الملعب، اتكلم معانا في النقطه دي ان هو ده السيناريو اللي كان رسمه بالظبط، ان المباراه ما ينتظرش انها تروح بينا للشوط الثاني عشان نجيب جون او لا قدر الله نروح لضربات الجزاء. هو قال لهم كده احنا هنلعب عشان نجيب جون، والجون هيساعدنا ان هم يفتحوا خطوطهم عشان هيبقوا مطالب يجيبوا جونين، ودي هتكون فرصه كبيره لينا ان احنا نسجل الثاني ونسجل الثالث. وقد كان من الحاجات برضو المهمه اللي انا عايز يعني عشان تعرف بس عشان تعرف ان انا عندي احساس بالملعب بس، وقلت لك الراجل هيقول ايه بيلعب على ايه. حضرتك كابتن كبير ونجم كبير وتاريخ كبير جدا. من الحاجات برضو المهمه اللي يعني انا حريص في المكالمه مع حضرتك ان انا ادي كل حد حقه من خلال اللي انا شفته على مدار يومين ثلاثه اللي فات. الدكتور حسام المندوب معاه طبعا الكابتن احمد سليمان كان دايما بيعقدوا جلسات مع الكابتن عبد الواحد السيد وجوميز برضو، انتوا ناقصكم ايه؟ انتوا محتاجين ايه؟ حتى في حاجات كتير بتطلب في النص كانت بتتوفر بجد في لمح العين، ويمكن الدنيا هنا مش سهله زي مصر، ولكن كان بتتعمل تليفونات كتير، طب احنا محتاجين ايه؟ طب حاجه ايه؟ طب كذا ايه؟ لان في حاجات مهمه بتبقى انت محتاجها زي لازم تجيبها من النهارده او امبارح، مش ينفع تكون بتجيبها مصر، فكان ليهم دور كبير في تسهيل كل شيء للجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي. فالحقيقه برضو من الناس اللي تعبوا في السفريه ده، وده اللي انا لمسته وشفته. طب دي حاجه نقطه برضو كان مهمه جدا هي برضو انا باحساس الملعب يا رامي، كنت عايز اسالك بقى على حاجه تانية. انا باحساسي هنا من الاستوديو وانا بتفرج على المباراه ان اللعيبه هتتكلم بينها وبين بعضها والمدير الفني ان النجيله كانت عاليه، وان الملعب ممكن يكون يبدو ان هو ممكن في التلفزيون اخضر وكل حاجه، لكن هو تقيل هيتبذل فيه مجهود كبير. هل سمعت حوارات بين اللعيبه وبين وكلام بين المدرب ان النجيله فعلا عاليه؟ هما عشان التعليقات اللي اتقالت على ملعب، انا فاكر تعليقين، واحد على ملعب التدريب الاولاني والواحد على ملعب المباراه، والتعليقات كانت من اول يوم نزلنا التدريب اللي هو الاولاني اول يوم وصلنا، والتاني في المران الرئيسي اللي كان امبارح. هما اتكلموا ان الملعب مش كويس، ولكن هو في نفس الوقت مش بالسوء اللي هم كانوا متخيلينه، ولكن حته النجيله عاليه وكمان في حتت فيها حفر اتقالت من بعض اللعيبه. يعني اتقالت كمان ان النجيله مش متساويه بطول الملعب بالكامل، يعني هي مش ميه واحده كده زي ما بيقولوا، وكمان اتقالوا ان الجبهه اللي هي الناحيه الثانيه ناحيه اللي لعب فيها عمر جابر شوط وبعد كده الناحيه الثانيه كان فتوح فيها بعض الحفر. دي اللي الملحوظتين اللي اتقالوا من اللعيبه مع اول نزول مره التمرين، ولكن انا يعني دي شهاده لربنا يعني هم في وسط الكلام ده كان دايما الكابتن شيكابالا وكابتن عمر جابر هم اللي يقولوا الكلام ده، احنا ما عندناش اي حاجه غير الفوز، لو هنلعب في حفر لو هنلعب في حاجه احنا جماهيرنا الزمالك ما تستحقش مننا غير ان احنا نكون موجودين في النهائي، دي خطوه اولى، واننا نفوز بالبطوله دي خطوه ثانيه. اصرار مش طبيعي يعني، ده بصراحه انا ممكن لو حد يشوف اللي انا بقوله دلوقتي يقول لك ده بيأفر فيها، لكن اللي انا شفته ان الناس اعتقد ده ظهر في الملعب، اعتقد ده انا شايفته النهارده في الملعب، حمزه المسلوسي وعمر جابر وفتوح وكل اللعيبه وعواد كان عندهم اصرار مش طبيعي ان ما ينفعش نرجع القاهره غير واحنا موجودين في النهائي، والحمد لله ده حصل. الحمد لله. طيب انا الحقيقه شفت كمان ولاحظت وشفنا صور كتير جدا لاستقبال شيكابالا، شيكابالا حسيت ان استقبال مميز والناس مرحبه بيه بشكل كبير والناس عارفاه وعاملين له بوسترات، وفي احكي لنا عن الحاله اللي كانت موجوده هناك وكيفيه استقبال شيكابالا حتى وهو قاعد في المدرجات. طبيعي يعني حاجه مش طبيعيه، يعني حاجه مش طبيعيه في الفندق، في ملعب التدريب الاولاني، في ملعب التدريب اللي هو كان الماتش لما رحنا التدريب، في النهارده كان في حد جاي، مش حد، حوالي خمسه سته كانوا جايين ببوستر وكاتبينه ان احنا بنحبك واهلا بيك في غانا. النهارده انا كنت من المجموعه اللي قاعده مع كابتن شيكابالا، كابتن شيكابالا كان خارج بره التشكيل عشان الاصابه. راجل كبير عجوز عمال يقول له اي نو يور كابتن يور شيك اي نو، وعمال يهزر معاه، حتى انا كان في كذا وفي طفل تاني اطفال تاني عمالين يشاوروا له يهزر معاه. حاله بجد ايقونه شيكابالا، حاله ايقونه. بس ما شاء الله انا بقف كده بضحك كده وفي ثانيه افتكر ان انا ايه لازم اصور الكلام ده، وكان في بعض الفيديوهات منها الفيديو بتاع الطفل الصغير هتلاقيها موجوده عندك حاجه. لا في الفندق، في الشارع، في التدريب، في الملعب، مع الجمهور، مع اللي شغالين في الفندق، مع المصريين اللي هنا، ايقونه كبيره. واللي انا عرفته كمان حتى انا لما انا بتكلم مع الناس هنا قالوا لي ده الكلام ده مش بس كل الدول الافريقيه اللي بنسافرها كابتن شيكابالا كده، الناس بتجي له مخصوص والناس عايزه تتصور معاه، وبيبقى في خناقه دايما على التيشيرت بتاعه.
طيب. النهارده غالبا في تيشيرتين بتوعه هو ما لعبش اتاخدوا برضه، مفيش هزار من اللعيبه اللي هم بتوع دريمز بعد بعد الماتش، كذا لعيب وكذا حد من المشجعين وكذا حد من المنظمين عايزين تيشيرتات لعيبه نادي الزمالك وبالتحديد تيشيرت كابتن شيكابالا. انا شفت كمان جون انتوي بيتكلم مع كذا لعيب من عندنا، واضح ان هو يعني في لعيبه كتير جدا تعرفها او لعبوا مع بعض في حته قبل كده. جون انتوي من القاهره، يعني انا حتى لما كنا موجودين في ماتش الذهاب جه وسلم على اللعيبه كلها وسلم على ميلا وابراهيم عمال الفريق، لا في علاقه طيبه. هو هتلاقي اللعيبه الكبيره شيكابالا عمر جابر اللعيبه الكبيره اللي هو لحقها في الملاعب بيقف معاها بيهزر معاها بيتكلم معاها، وكان حاله كويسه بصراحه بين الفريقين. ولاعيبه دريمز اغلبهم الحقيقه اغلبهم لعيبه كويسه ولاعيبه كوره، وبعد الماتش كان في تحيه ما بين اللعيبه وبعضها. الحقيقه الماتش كان اجواء حلوه بالرغم ان الملعب كان متقفل، ما حسيناش باي مشكله، بالعكس ده اللعيبه كلها وهي خارجه للباص الجماهير حوالين اللعيبه ويعني بيقطعوا بعض على ان هم ياخدوا تيشيرت او حاجه من لعيبه نادي الزمالك. الحقيقه كانت اجواء جميله، واحنا بنشكر الناس هنا بصراحه، الناس يعني عاملونا معامله تعامل كويس جدا يعني. طب رامي معلش هسالك كمان سؤال، احيانا انا مستفرد بيك بقى انت فاهم هناك من كوماسي وانت موجود، فانا عايز اخد منك كل المعلومات اللي انا نفسي اسمعها ونسمعها لجمهور نادي الزمالك. طبعا فرحه حلوه وكل حاجه، لكن هل بقى ابتدت الناس تتكلم كلاعيبه طبعا الفريق ان خلاص طبعا ده فرحه مهمه، لكن في الاخر احنا الزمالك بتوع بطولات، هل الكلام بقى ابتدت فتح عن ماتش النهائي او ان احنا عايزين الكاس طبعا وخلاص الاستعدادات ابتدى كلام يتنطر؟ بس يعني جاوب لي سريعا جدا. ده الكلام ده كان داخل الجهاز الفني، انا مش شفتوش بصراحه اللعيبه، اللي هو فيما معناه ان يا جماعه نحتفل النهارده بس احنا اخرنا في الاحتفال من النهارده، بكره ان شاء الله عندنا رحله طيران للقاهره، من بعدها على طول بنبدا نشتغل على الفتره الجايه اذا كان ماتش البنك الاهلي او اذا كان التركيز بعد كده عندنا ماتش او ماتشين دوري بعد كده الذهاب والاياب بتوع النهائي ان شاء الله. هو ده الكلام المظبوط. طبعا بشكرك شكرا جزيلا موفق قناه نادي الزمالك من غانا رامي بشاي، بشكرك شكرا جزيلا يا رامي، الحقيقه كلام مهم جدا وحاولنا نعيشكم كل الاجواء اللي موجوده هناك يعني على الهواء مباشره واخر الاحداث الحيه اللي يمكن ما بقالهاش يمكن ساعه ولا ساعتين من انتهاء المباراه. طيب كمان استمرارا للتغطيه اللي موجوده والتكمله مع لقاءات مع نجومنا من خلال طبعا شاشه قناه نادي الزمالك وهناك من كوماسي او من غانا تحديدا، كمان معنا لقاء مع حمزه المسلوسي، نشوف حمزه المسلوسي احد نجوم خط دفاع نادي الزمالك وصاحب الهدف الاول نشوف قال ايه ونرجع لحضراتكم تاني. معكم طبعا كابتن حمزه المسلوسي مع شو جمهور الزمالك دلوقتي. طبعا كابتن حمزه برحب بك يا كابتن حمزه، اولا ببارك لك على الاداء الاكثر من رائع، الاداء الرجولي اللي بيثبت معدن كابتن حمزه المسلوسي، ببارك لك على صعود النهارده. اول حاجه مبروك الجماهير العريضه نادي الزمالك، ان شاء الله خطوه مهمه للفاينل ان شاء الله، ولا مش اداء رجولي ولا حاجه، واحد يدي اللي عنده يحط قلبه في الملعب والباقي توفيق من عند الله. كابتن حمزه شايف ازاي الالتفاف الجماهيري الكبير مع الزمالك في كل الملاعب والنهارده شعورك كان ايه؟ بصراحه انا اتفاجئت النهارده بالعدد بتاع الجماهير اللي جاء، بصراحه يعطيهم الف صحه، يمكن مش سهل التعب، احنا جينا في طياره خاصه ونحسوا في التعب يعني فيما بالك هما يمكن عملوا اسكال وصعبه يعني السفر، نحب نوجه لهم التحيه. هذا هو يعني جمهور الزمالك العريق والكبير اللي يمشي لادغال افريقيا مع الفريق نتاعه، واقل حاجه هي نقدموا له ان شاء الله البطوله هذه. الزمالك يستاهل اكثر من الكونفدراليه يعني، لكن تو احنا في الكونفدراليه نركزوا في النهائي، مش كل يوم تلعب نهائي، عندنا فريق محترم ومحترم جدا، كل ماتش بعد ماتش يزيد التفاهم اكثر ونزيدوا نفهموا اكثر الكوتش، وبحول الله ان شاء الله نجيبوا البطوله هذه اللي مهمه باش تعطينا ثقه ان شاء الله. كابتن حمزه جمهور الزمالك بيسال سر تالق كابتن حمزه في مركز المساك، ويعني دلوقتي خلاص جهاز فني بقى كابتن حمزه، لو غاب كابتن حمزه الدنيا بتبقى صعبه شويه. لا والله لا، لو غاب ولا مش غاب عنا ما شاء الله يعني اللاعبين كل، والله مش واحد يتكلم يعني، اللاعبين كل ما شاء الله على المستوى عالي، اي لاعب يرتدي قميص الزمالك يعرف مهمه مو سهله، مسؤوليه كبيره وكبيره برشا، مش اللي يجي يعني مش اي لاعب يلعب في نادي الزمالك لازم يكون على قد المسؤوليه هذه. انا بحكم خبرتي شويه وتجربتي على الباك بحكم شويه خبرات الحمد لله بماتش بعد ماتش حفظت المكان الجديد واديت، ومش سر ذاك، كل توفيق من عند الله. اليوم مبروك كابتن حمزه ومنتصرين بقى المنتخب التونسي، نور بو. ان شاء الله، ميرسي حبيبي.
هي انا من الناس المعجبين برجوله حمزه المسلوسي، والنوعيه اللعيبه اللي زي حمزه المسلوسي دي لو لعبتها في اي مركز هتادي باداء رجولي على الاقل، هتاخد الحد الادنى من ان انت تبقى بتقاتل على كل كوره وبتحاول تحارب على كل كوره وبتنقل الروح دي لزمالك، فلازم ندي حمزه المسلوسي حقه، كمان ربنا بيوفقه بيكلم مجهوده بان بيحرز هدف مهم، ويمكن ده مش الهدف الاول ليه في بطوله الكونفدراليه السنه دي، وكان دايما اهداف يعني في توقيت صعب، لو نفتكر هدفه كمان في ارتا سوار في مباراه العوده اللي كان في توقيت برضه وظروف صعبه جدا، دايما الحمد لله ربنا بيوفقه وبيبقى ليه بصمات في مباراه مهمه، وده يمكن من الحاجات اللي عامله علاقه خاصه ما بين حمزه المسلوسي وجماهير نادي الزمالك. كمان كنا بنتكلم طبعا واتكلمنا مع اللاعبين، كمان الحقيقه سمعنا عن اخبار كتيره جدا مع قعدات مجلس الاداره اللي كانت موجوده هناك، سواء كابتن حسين لبيب، سواء الدكتور حسام مندوب طبعا رئيس البعثة، وكابتن حسين لبيب رئيس النادي، وكابتن احمد سليمان المشرف على الفريق واحد اعضاء مجلس الاداره. كان في حاله مهمه جدا وتواجد ليهم هناك، وكمان عرفنا ان كابتن حسين لبيب دخل اللعيبه بعد المباراه واتكلم معاهم عن مكافئات خاصه، واتكلم كمان في محاضره امبارح خاصه بينه وبينهم في اجتماع مغلق عن مكافئات خاصه ان شاء الله، وهن اللعيبه بعد المباراه ووعدهم يبقى ليهم يعني مكافاه خاصه، طبعا هم عشان الظروف اللي تعرضوا ليها والصعوبه اللي تعرضوا ليها، ودي نقطه مهمه جدا في خلق الدوافع وخلق الحوافز، وانك بتبقى دايما عندك تواصل ما بينك وبين اللاعبين، دي الحقيقه بتخلق حاله جيده جدا 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 وبتدي ثقه للاعبين. اكيد مش هو ده كل حاجه، لكن انا بكلم حضراتكم على فكره ان انت بتقاتل على بطوله، فبتحاول تطوع كل الامكانيات اللي عندك علشان تشجع لعيبتك، لان كلهم عدوا بظروف مش سهله من توقيتات ومن ضغوط ومن اخفاقات، والحقيقه في اوقات كتير جدا ما كانش هم ليهم ذنب فيها وظروف تحطينا فيها بشكل عام. طيب تكمله للكلام مع مجلس الاداره بشكل عام، خلينا كمان نشوف لقاء مع الدكتور حسام المندوه طبعا، وبعد نشوف اللقاء مع الدكتور حسام المندوه نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل زي ما تحضركم لاعب الزمالك السابق واحد نجوم نص الملعب احمد المرغني، استنونا بعد اللقاء وبعد الفاصل. يعني برحب بكم اعزائي المشاهدين، وبعد انتهاء مباراه الزمالك ودريمز الغاني طبعا فوز غالي وعزيز والصعود من الباب الكبير، مع معكم طبعا الدكتور حسام مندوق امين صندوق نادي الزمالك ورئيس البعثه، زي ما شفنا انضباط كبير جدا في اداء لاعبي نادي الزمالك. دكتور حسام ببارك لك مليون مبروك النهارده، الفرحه الكبيره دي صعودنا لنهائي افريقيا، منذ 2019 ما صعدناش نهائي افريقيا. الحمد لله رب العالمين، الف مبروك لينا جميعا، الف مبروك لكل الزملكاويه في كل حته في العالم، الف مبروك للاعيبه النهارده اللي كانوا حقيقي اكتر من رجاله، وده اللي يمكن اتقال الفتره اللي فاتت دي، الماتش النهارده اللي خلصوا الرجاله، والحمد لله دايما بنقول للاعيبتنا وقت ما بيحسوا بضغط وقت بيحسوا بازمه على طول بتكون نتيجه ايجابيه كده، الحمد لله رب العالمين ما فيش حد اثر في اي شيء خالص، انا حقيقي بشكرهم كلهم على التزامهم، بشكرهم كلهم على انضباطهم، ببارك لبقى لمجلس الاداره اللي موجودين معانا هنا، طبعا الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان ومعاهم الدكتور عبد الله جورج والمجموعه كلها في مصر، الف مبروك ويا رب ان شاء الله احنا كده خلاص فاضل خطوه واحده وان شاء الله احنا متفائلين ان شاء الله ان شاء الله. يعني مشاعر لا تقدر بثمن يا دكتور. طبعا هو موضوع مهم وبيجي بعد ما حسيت ان الموضوع صعب فتبقى متعته اكتر كمان، لانك حسيت ان الموضوع بيبعد عنك، بس يعني الحمد لله بالتفاؤل والاجتهاد، هي برضو مستر جوميز عمل مجهود كبير جدا جدا جدا، فالحمد لله رب العالمين. يعني لا بالعكس، حضرتك الشكر على الالتزام، ويعني حضرتك كابتن عبد الواحد وكابتن حسين كلكم على شفنا الالتزام ده انطبع على اللعيبه في ملعب النهارده. الحمد لله، ما هو الالتزام والواحد يعمل اللي عليه ربنا بيكافئ، فالحمد لله رب العالمين، دي مكافاه ربنا يعني على المجهود والتعب وال والقلق. زيزو النهارده عمل ماتش يعني كبير، حقيقي يعني كلهم يعني عملوا ماتش مهم جدا، بيقولوا فين المكافآت؟ معاك الفلوس. فالمكافآت جايه ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله يكون في مكافآت ان شاء الله ان شاء الله. فتحت مدرسة الفن والهندسة الأبواب على مصراعيها في كوماسي، ولقن لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك دروسا في فنون اللعبة لدريمز الغاني على ملعبه ووسط جماهيره، وبلغ الفارس الأبيض نهائي الكونفدرالية عن جدارة واستحقاق. الزمالك عاد ببطاقة الترشح من غانا بعدما صال وجال
وأبدع وأمتع وانتزع آهات أنصاره بثلاثية نظيفة في مرمى دريمز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية. وجاءت ثلاثية نجوم ميت عقبة بواسطة كل من حمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا في الشوط الأول ومصطفى شلبي في شوط المباراة الثاني. ويلعب الزمالك نهائي الكونفدرالية أمام الفائز من نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائرية، حيث وضع الفريق المغربي قدما في النهائي بعد احتسابه فائزا خارج ملعبه في لقاء الذهاب. وبلغ الفارس الأبيض نهائي الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حقق اللقب على حساب نهضة بركان المغربي في نسخة 2018-2019. نرجع مع حضراتكم تاني ومكملين مع حضراتكم. الحقيقة يوم استثنائي، الوصول الحمد لله لنهائي الكونفدرالية الأفريقية. النهاردة نستقبل معانا نجم الزمالك السابق وأحد لاعبين نص الملعب في نادي الزمالك، كابتن أحمد المرغني. كابتن أحمد مساء الخير عليك. مساء النور يا كابتن. عامل إيه يا مرغني؟ الحمد لله، مبسوط طبعا إن أنا في قارة نادي الزمالك، النادي بتاعنا اللي إحنا بنحبه. طبعا مبسوط أكتر إن أنا مع حضرتك، يعني حضرتك يعني الواحد لما طلع حضرتك كنت موجود ومثل اعلى لينا كلنا طبعا، كنت في قطاع الناشئين. يعني حبيبي يا مرغني ربنا يخليك، وكان الحمد لله في يوم استثنائي النهارده موجود في التاهل للمباراه النهائيه. انا كنت خايف قبل ما يجي يحصل حاجه يقول لك ده وش واحد، الحمد لله عدت سليمه. لا الحمد لله الحقيقه، والله الواحد كان عارف ان المباراه مش سهله، مباراه صعبه، لكن عندي ثقه ان احنا لو في حالتنا انا مش فارق معايا اي منافس بالظبط خالص يعني. طيب وده اللي يخليني ادخل معاك على طول في اللقاء. قول لي انت الاول، كنت متخوف من اللقاء ولا كنت حاسب حسبتك ازاي للقاء، وكنت متوقع السيناريو يمشي ازاي؟ ابقى كداب لو قلت لك كنت مطمن للماتش. اكيد كنت قلقان وخايف، لان ده هو ماتش زي ما حضرتك قلت، لو اللعيبه مش في حالتها مفيش تعويض. يعني مش ماتش دوري مثلا فقدت 3 نقط فممكن تعوضها في الماتشات اللي بعد كده، لا ده هو ماتش لا قدر الله في نتيجه سلبيه انت خلاص اوت من البطوله. وهي دي تقريبا البطوله اللي في الكوره اللي يعتبر اللي باقيه لنا السيزون ده، فلو راحت كانت هتبقى صدمه كبيره جدا لجمهور نادي الزمالك. ولكن على قد الخوف على قد الثقه اللي الواحد حاططها في اللعيبه، على قد الثقه اللي الواحد حاططها في اسم النادي قصاد، مع احترامي برضه للفرقه اللي كنا بنلعبها دريمز، مش الاسم ولا التاريخ ولا الامكانيات اللي زي موجوده في نادي الزمالك. فدي كانت حته برضه مديها الواحد ثقه شويه، زائد ان انا عارف زي ما حضرتك قلت لو في يومنا مليون في المية هنيجي بنتيجه ايجابيه، ويمكن النتيجه يعني بالنسبه لي كانت اكتر من ممتازه، 3-0 بره ملعبك، حتى لو الناس هتقعد تقلل من المنافس، انا ما بقولش ان هو فرقه جامده، ولكن نتيجه كويسه جدا هتخوف اي فرقه هتلعبها في الفاينل اللي هي نهضه بركان. باحساس لعيب الكوره بقى وانت بتتفرج على التلفزيون، شفت الملعب، شفت الحضور الجماهيري، تخيلت السيناريو يمشي ازاي؟ ارضيه الملعب مع الرطوبه انت عارف طبعا، مع الجو، مع حضور الجماهيري، مع نتيجه لازم تحققها ايجابيه، انك لازم تجيب جون عشان تريح نفسك، شفت ده كله السيناريو مشي في دماغك ازاي؟ وكمان لما عرفت التشكيل. لما عرفت التشكيل انا شايف التشكيل كان كويس، ما كانش يعني لو هتختلف ممكن تختلف على لعيب كتير قوي، انه مثلا طب ليه بدا بسامسون ما بداش بثلاثه في نص الملعب؟ فهتلاقي نفسك رايح لنفس الفكره بتاعت جوميز اللي هي حته احنا كان لازم نجيب جون. لان انا واحد بس ما كنتش عايز نوصل لضربات الجزاء، لان كل ما الماتش هيعدي كان هيبقى عبء اكتر على لعيبه نادي الزمالك، لان انت اللي عايز تكسب، انت اللي عندك الامل اكبر في البطوله، مش بس مجرد ان انت تعدي دور. هما بالنسبه لهم انجاز ان هما تعادلوا معاك في القاهره، وانجاز ان هما اصلا وصلوا سيمي فاينال الكونفدراليه. فعشان كده الوقت كل ما كان هيعدي كل ما يبقى كان ضغط عليك انت. فراجل فضل ان هو يبدا بسامسون في حته العشره اللي هو تحت الفيرويد علشان يعمل كثافه هجوميه بشكل اكتر، عشان يحاول يجيب جون في بدايه الماتش، علشان كمان الجون البدري وده اللي حصل فعلا ساعدك ان هم يفتحوا بقى خلاص خطوطهم، ان انت يهاجموك فتستغل، يفتحوا مساحات عندهم فتستغل المساحات دي، فربنا كرمك بالجون التاني. فانا شايف ان الراجل يعني رسم سيناريو للماتش ومشي بحذافيره زي ما هو كان مخطط له. ممكن يكون في شويه حاجات كانت ممكن تتظبط اكتر، ولكن احنا وصلنا للي احنا عايزينه، ان احنا خرجنا بنتيجه ايجابيه، كسبنا اداء كويس، نتيجه يعتبر كبيره بره ملعبك، فالحمد لله. بالنسبه للملعب انت يعني لو هتبص للوهله الاولى كده من بره من بعيد هتقول لا ده ملعب كويس، ولكن زي ما حضرتك قلت حته النجيله كانت عاليه، يمكن شبه شويه نجيله الكليه الحربيه. حضرتك اكيد لعبت عليه. فنجيله فده بيبقى بايخ شويه في حته الباص في الكوره، حته الجري بيبقى ممكن يعمل تقل في العضل شويه للعيبه، ولكن لعيبه نادي الزمالك النهارده كانت ذكيه.
ما كانتش واخده الماتش من اوله جري جري جري، وحتى بعد ما جابت جون واتنين لا في وقت كانوا بيمشوا الكوره وباص، وقت تاني كانوا بيضغط. فلا لعيبه نادي الزمالك والراجل كمان مشى الجيم زي ما هو عايز بشكل انا شكله شايف شكل ممتاز يعني. طيب ايه الفرق مباراه القاهره ومباراه العوده في غانا؟ لا الفرق كبير. مباراه القاهره انت خارج من نشوه مكسب النادي الاهلي، ممكن تكون اللعيبه بلغت في الفرحه، مش بلغت في الفرحه يوم الماتش، انا بتكلم بعد الماتش بيوم او اتنين وتلاته، وممكن يكون اثر شويه على الـ على الـ على الجيم بتاع الماتش بتاع القاهره. بس كمان كان ناقص لعيبه كتير يعني، انت تفتكر بعد مباراه الاهلي غاب عنك عبد الله سعيد، ناصر ماهر، فتوح، زيزو، لعيبه كتير بس خلي بالك ما كانتش موجوده. الفرقه اللي كنا بنلعبها مع احترامي ما ينفعش ان احنا نقول يعني كان في غيابات قصاد الفرقه دي. السيمي فاينل وكل حاجه، بس اسمك وتاريخك حتى باللعيبه اللي كانت موجوده بتعوض الغيابات، لا انت في فرق كبير قوي جدا ما بينك وما بينهم. ماتش العوده لا خلاص هو حياه او موت. ما فيش نتيجه ايجابيه، ما فيش فاينل كونفدراليه، ما فيش بطوله. فاللعيبه استشعرت الخطر اللي هم فيه، استشعروا ان هم بيلعبوا في نادي كبير، نادي الزمالك، اخر بطوله يعتبر انت بتحارب عليها السيزون ده، فما كانش ينفع ان انت ترجع من غير ما تعدي الدور السيمي فاينل. زائد طبعا اللعيبه اكيد اللي رجعت اكيد زودتنا. خد بالك زيزو، فتوح، عمر جابر، اكيد زودوا يا كابتن، اكيد زودوا بشكل كبير. اكيد انا معاك، اكيد زودوا. ويمكن انا حته زيزو مش قيمته بس في الملعب اللي هو واحد على واحد، لا الكور الثابته يعني. زيزو لما كان بيبقى مش موجود ما جبناش تقريبا ولا جون من كوره ثابته. النهارده مع عوده زيزو الجون الاولاني جبته ازاي؟ كورنر زيزو بيرفع جون. فقيمه زيزو كمان مش بس في الملعب، لا في الكور الثابته اللي بتجيلك، ان هو يمكن اكتر احسن واحد في الدوري المصري تقريبا بيعمل ضربات ثابته. فلا اكيد العوده بتاعت اللعيبه اللي كانت غايبه اكيد زودتنا، وزائد ماتش حياه وموت. انا كمان يعني عندي وجهه نظر ما اعرفش تشاركني فيها، ان احنا مشكلتنا في ماتش الذهاب في القاهره ان احنا بدانا غلط، او دخلنا في الجيم متاخر، دخلنا الشوط الثاني بالظبط، فعمل صربعه، عمل تسرع، عمل اندفاع الجون، فبتضيع فرص كتير. عارفه بتبقى متسربع، بتبقى متسرع. كان في اتنين لعيبه اصلا من اللي بداوا الماتش لسه راجعين من اصابه. فممكن يكونوا ما كانوش لسه كانوا كتير، ابراهيم نضاي، مصطفى شلبي، كان مين تاني؟ ثلاثة كمان، مصطفى شلبي وشيكابالا كان كتير. عشان بقول لك دي كانت فرقة شوية، ويغيب عنك ناصر ماهر وعبد الله وعمر جابر وفتوح وزيزو، خمس لعيبة، انت بتغير أكتر من نص الفرقة. فطبعًا لا أكيد الحاجات دي تفرق. ووجهة نظري إن ماتش النهاردة إن أنت حضرت له كويس قوي يا منغني، ما استنيتش تدخل متأخر بالظبط، والنقطة الفارقة الهدف المبكر. يعني حضرتك قلت الخلاصة زي ما بيقول، هو الجول البدري هو اللي سهل لك كل حاجة. عشان كده لو حضرتك تفتكر في أول خمس دقايق في ماتش القاهرة، الكرة اللي جات لنا على ال 18 بس متطرفة كده، الفاول اللي عمله شيكابالا لمصطفى شلبي في أول خمس دقايق، اللي هو جه لعبها بس قلشت، الكرة دي لو كانت دخلت الجون في أول خمس دقايق سيناريو تاني خالص، الماتش اتغير. فهو الجون البدري مع الفرق بالذات الأفريقية، يمكن الفرق العربية ممكن ترخم عليك حتى لو جبت جون في الأول، بس الفرق الأفريقية دي لما بيدخل فيها جون بتفك. أول مرة نشوف زياد كمال اللي بيبدأ بالظبط النهاردة بالظبط. قول لي بقى انطباعك انت عنه. طبعا كان حظه وحش، رغم ان عمل مباراه حقيقيه كويسه جدا، لكن كان حظه وحش وخد اصابه كده في الطريق غيره بين الشوطين. هو لعيب كويس ده اكيد، وكان كويس جدا النهارده. انا كنت قلقان بقى من حاجه بس الحمد لله ما حصلتش. كنت قلقان ان هو اول ماتش يبدا، اول ماتش في افريقيا بره ملعبك قبل النهائي، جمهور استاد مليان، رطوبه عاليه، نجيله عاليه، لازم تكسب ولازم نهائي بطوله، فضحت كبير. في ناس كتير يا كابتن لو جيت قلت لهم تيشيرت نادي الزمالك ده تقيل، في ناس ممكن ما تفهمش وما تحسش يعني ايه الكلام ده. لا تيشيرت نادي الزمالك تقيل، ومش اي حد يقدر يستحمل الضغوط دي. فبالنسبه لي ان هو استحمل الضغوط دي ومع ده اول ماتش يبدا، لا شايفه اداء جيد جدا يعني بالنسبه لي. من ضمن الحاجات اللي عايز اتكلم فيها على الاداء، استاذنك ناخد ارقام كده ايجابيه في فوز الزمالك على نادي دريمز الغاني، لان الحقيقه النهارده كان في بعض الايجابيات اللي لازم نوضحها للناس ونقولها. يعني مثلا الزمالك بيصل الى نهائي الكونفدراليه للمره الثانيه في تاريخه، قبل كده وصلنا طبعا في نهائي 2019 والحمد لله حصلنا على البطوله، وكان على فكره قدام نهضه بركان المغربي، الاحتمال بنسبه كبيره السيناريو ده يتكرر تاني بامر الله، احتمال ان شاء الله يعني. كنت طبعا 3-0 يعني لفريق اتحسبت اللقاء اللي فات عشان اتحاد العاصمه طبعا، والازمه اللي حصلت في مباراه الذهاب اللي كانت على ارض الجزائر اتحاد العاصمه،
واتحسبت 3-0 لنهضة بركان، فطبيعي غالبا بقت الأقرب نهضة بركان يتكرر تاني نهائي 2019. الزمالك يحقق أكبر انتصار ليه خارج أرضه في الدور نصف النهائي للبطولات الأفريقية بشكل عام، ده أكبر انتصار. الزمالك يحقق أول انتصار له خارج أرضه في الدور نصف النهائي للكونفدرالية. الزمالك يحقق أول انتصار له على فريق غاني في غانا، أول مرة الزمالك يكسب فرقة من غانا جوه غانا. الزمالك يحافظ على نظافة شباكه في نصف نهائي الكونفدرالية للمرة الثانية، قبل كده حافظ على نظافة شباكه في نصف نهائي نسخة 2019 أمام النجم الساحلي. بهدفه النهارده في دريمز وصل حمزة المسلوسي إلى المركز الخامس في الهدافين الأجانب للزمالك في البطولات الأفريقية برصيد 3 أهداف. تخطى كابونكو كاسونجو ومعروف يوسف ومحمد ونجم وابراهيم نضاي، كل واحد منهم كان جايب هدفين. حمزه المسلوسي يتساوى مع التونسي فرجاني ساسي والتونسي سيف الدين الجزيري برصيد 3 اهداف لكل منهم. دي الارقام اللي كانت مهمه. وعلى فكره كمان من الارقام المهمه ان النهارده اول مره بيشارك زياد كمال في مباراه، النهارده اول مره هدف لمصطفى شلبي على فكره في بطوله الكونفدراليه، اول مره لسامسون هدف في بطوله الكونفدراليه، كلها هي ارقام يعني مهمه نقدر نطلعها وايجابيات موجوده في فوز الزمالك النهارده على فريق دريمز الغاني، فرصه ان احنا كنا نستعرضها مع اتمنى بس يا كابتن الناس تاخد بالها من الارقام دي ويدونا حقنا شويه في المكسب. لا دي اصل بص خلي بالك الارقام بتفرض نفسها وكويس ان احنا بنوثقها وبنقولها. ما تتقالش يا ما احنا قلناها هو لا ما هو طبيعي احنا قناه نادي الزمالك فطبيعي حضرتك تقولها. انا بتكلم على بقيه القنوات بشكل عام. زي ما الاحصاءات بتطلع نادي الزمالك بقى له 21 سنه ما كسبش في الدور الاول والحاجات اللي ما بنشوفهاش غير على نادي الزمالك. اتمنى نادي الزمالك ياخد حقه شويه والارقام دي برضه تتقال. بس تمام نقطه مهمه. طيب عايز اخد اكتر من لعيب معاك النهارده. الحقيقه انا النهارده يعني طبعا مسلوس كان عاجبني جدا وحسام عبد المجيد كانوا هايلين وابتدى يبقى بينهم يعني انسجام بشكل مميز جدا جدا. لو عايز تكلمني عن الدويتو ده واداء حمزه المسلوسي وعايز بعديها انتقل وحسام عبد المجيد تكلمني عنه شويه وبعد كده عايز كمان انتقل لمحمد عواد اللي كان لي فضل كبير جدا النهارده. طب خلينا نبدا بعواد لحضرتك خلصت بيه الكلام. عواد النهارده عمل واحده من احسن ماتشاته في الفترات الاخيره وده عواد اللي احنا مستنيينه في نادي الزمالك. عواد فكرنا بالسيزون بتاعه مع فريرا لما كان سبب من اسباب ان النادي الزمالك ياخد الدوري في السيزون ده. فلا يعني عواد بيرجع يقول لنا ان هو موجود يستحق فعلا ان هو يبقى متواجد في منتخب مصر وده الطبيعي المفروض بتاعه وده الطبيعي اللي نادي الزمالك جايب عواد علشان خاطر المستوى ده. بالنسبه للمسلوسي انا واحد من الناس لما المسلوسي بدا يلعب كسيرد باك كنت قلقان شويه ان هو حته اللاعب باك رايت السيرد باك برده غير الباك رايت شويه ولكن هو فاجئني وفاجئ الناس كلها بحته امتيازه الشديد في المكان ده. بسم الله ما شاء الله من ساعه ما لعب في الحته دي لو تاخد بالك كابتن تقريبا ما قعدش غير عشان لو انذارين او حاجه ماشي بشكل اكتر من ممتاز والحمد لله يعني تاتش وود زي ما فيش خشب نمسكه هنا. من اللعيبه اللي اقدر اصفها لعيبه رجاله جدا اللعيبه اللي زي دي مرغني تعرف تلعب في اي مكان اكيد. بص يا كابتن انا بالنسبه لي انا بحب لعيب الكوره بس اللعيب اللي بيديني اكتر من 100% بتاعته انا ده اشيله فوق راسي وحمزه المسلوسي كده حتى لو في ماتش ما كانش في يومه ولكن هتلاقيه بيلعب برجوله وبيقاتل على كل كوره وده اللعيب اللي تحترمه وتستحمله حتى لو هو سيء في الملعب. فلا حمزه المسلوسي بسم الله ما شاء الله عليه. حسام عبد المجيد الفتره الاخيره لا ماشي بشكل كويس جدا. طريقه لعب جوميز او طريقه لعب الراجل ساعدته بشكل كبير جدا ان هو يرجع تاني لمستواه لان انت الراجل بيعتمد ان الكوره تبقى معاك اطول وقت ممكن. حسام عبد المجيد لعيب منظومه اكتر ان هو لو المنظومه فايقه والدنيا ماشيه كويس هو بيعلى وبيبقى ماشي بشكل كويس. حلوه لعيب منظومه دي. هو لعيب منظومه يعني لو الفرقه كلها كويسه هيبقى كويس لو في مثلا فرقه مش ماشيه كويس قوي لا بيتاثر اداؤه بالفرقه. عكس مثلا لعيب زي زيزو ممكن لو الفرقه وحشه تلاقيه هو منور وكويس وده حصلت في فترات كتير. لا فحسام عبد المجيد الفتره الاخيره هو والمسلوسي والدليل على كده ان الراجل خلاص بقى يعتمد عليهم بشكل اساسي الفترات الاخيره هم الخماسي اللي ورا مثبته اللي هو ومعاهم دونجا اكتر ناس متثبتين هم اكتر ناس متالقين في الفتره الاخيره وابتدى يتثبت معاهم الجزيري ولما مصطفى شلبي بيبقى سليم يعني ابتدى تحس ان في ملامح ابتدت تبقى موجوده. لكن ساعات علشان فكره انك بتلعب في افريقيا وناس مش بتأيدها وبتلعب في الدوري ساعات دي بتخليك لا مريت بالموضوع ده كده مع نادي الزمالك في 2000 برضه كان في كابتن حسام حسن تقريبا
انا مريت بيه في بطوله ابطال الكؤوس. ابطال الكؤوس كاس ابطال الكؤوس اللي خدناه كان برضو لسه منضم لينا الخماسي حديثا. ما كانوش بيلعبوا معانا بطوله كاس الكؤوس وخدنا احنا البطوله دي ساعتها. كان نفس الشكل شويه. نفس الموقف هو تقريبا يعني. بس رجعنا خدنا الدوري كمان. بالظبط. فدي كانت نقطه. والله يا كابتن انا شايف الدوري السنه دي ممكن. احنا بعيد فرق النقط بعيد وان احنا في بدايه الدوري قصرنا شويه في حق نادي الزمالك. ولكن الدوري بتاع فيريرا اكبر مثال ان انت ممكن تقدر ترجع تاني. انا معاك في النقطه دي على فكره، لان كمان الفرق بتقع بعض. بالزبط. والدوري فيه مفاجات رهيبه. بالزبط. والفروقات مش كبيره، والمنافس الاول ليك نادي الاهلي بيفقد يعني اخر اربع ماتشات نادي الاهلي واخد اربع نقط. يعني خسران من البنك الاهلي، خسران من الزمالك، خسران من الزمالك، متعادل مع فريق مين، تعادل مع فرقه وكسب زد، تعادل مع مين؟ كسب زد في الدقيقة الأخيرة كمان. وتعادل مع فرقة بس مش فاكر مين. تقريبا الجونة؟ لا جونة. جونة؟ تعادل مع جونة تقريبا. فأنت عندك آخر أربع ماتشات ب 12 نقطة، خد أربع نقط بس. فدي نقطة سلبية كبيرة جدا، ممكن أنت تبني عليها الفترات اللي جاية. زائد الأداء حتى جماهير النادي مش ممكن تكون مش راضية قوي عن عن الأداء أو حاجة. وأنت بتكسب توصل نهائي، هم برضو وصلوا نهائي. بس انت كسبت في الدوري وبتكسب وماشي بشكل كويس، وكسبت النادي الاهلي المنافس المباشر، وربنا يكرمك تاخد كونفدراليه، فدي تديك دفعه وانطلاقه كويسه جدا في الدوري. وفي الاخر انت هتلعب الماتشات الدوري كانها ماتشات كؤوس. تعرف انا اهمني حاله فرقتنا. بالظبط. يعني عايز اجنب كده شويه حالات الفرقه اللي قدامنا، مع كل التقدير والاحترام لكل الفرق والمنافسين، بس الزمالك بالحاله دي بلعيبه الاستحواذ دي بلعيبه الامكانيات دي يا منغي، لو في حالتهم دايما انا يشغلني فرقتي بس. بالظبط. بس خلي بالك انت حطيت نفسك في وضع ان انت غصب عنك لازم تبص للنتائج التانية. الكلام ده لو انت ما ضيعتش من عندك نقط. نادي الزمالك لو كان بدا السيزون زي ما هو فيه دلوقتي، لا اعتقد الدنيا كانت هتبقى مختلفه بشكل كبير جدا. زائد ان انت لازم تكسب علشان السنه الجايه تلعب دوري ابطال. انت عندك فرصه ان انت لو كسبت الاربع ماتشات وحصل انت غصب عنك هتبص لاي تعثر. علشان تبقى مركز تاني يعني، خلاص هو هياخده بنتيجه الدور الاول، فبيراميدز خلاص كده كده ضمن مكان في دوري الابطال. فانت عايز تلحق تكون انت المقعد التاني في دوري الابطال، فانت مطالب ان انت تكسب، ومطالب ان انت غصب عنك المنافسين بتوعك يحصل لهم دروب او حاجه. ربنا يكرم بس ان شاء الله، وناخد الامور مرحله مرحله ان شاء الله. طيب انا كمان لفت نظري حاجه قبل ما اتكلم على بقيه اللاعبين والمتالقين. لفت نظري ان اي فرقه لازم تفكر 100 مرة قبل ما تلعب الزمالك جيم مفتوح. طبعا. يعني فريق دريمز الغاني هو نفس الفرقة واللي كان على ملعبنا في استاد القاهرة في وسط جماهيرنا وأرضية ملعبنا التحفة وكل حاجة، نفس الفريق ما لعبش جيم مفتوح فصعب الدنيا، فدخلك في صربعة، ففرض عليك سيناريو متأخر مع دخولك للجيم متأخر. نفس الفرقة تروح بيها في ملعبها حتى لو النجينة مش أفضل حاجة، حتى لو الضغط الجماهيري مش بتاعك أنت مع الفريق التاني، لكن تلعب معاه جيم مفتوح تبقى عندك ممكن يعني ريسك عالي قوي قوي قوي، عشان لعيبه نادي الزمالك فيها كواليتي يعرف يصنع الفرق. يعني احنا اتكلمنا في زيزو ان هو احسن واحد بينفذ الكور الثابته، الجون الاولاني كوره ثابته فتح لك الجيم بقى اكتر واكتر. فعندك سامسون النهارده عمل لك الفارق. الهدف التاني ده في توقيت عالمي، توقيت عالمي، وهو عملها 10 على 10. يعني بياخد وبيسلم وبيرقص لا يعني جول. عنده قرار. بالظبط. انا مش انا اتفاجئت بالجول ده وبالكوره دي. فلا، في لعيبه بتصنع الفارق، ودي قيمه بقى يعني لعيب زي زيزو. فعشان كده دايما اللعيبه المختلفه بتبقى فيها ارقام كبيره. وده طبيعي. انا ده يخليني اقول لك ايه، لان انا واضح ان انت هتقابل معظم الفرق اللي هتلعبك من غني سواء في الدوري او في فرق افريقيا، في اعتقادي هتبقى الاولويه بالنسبه لها قفل الجيم. طبيعي. انها عايزه، مش فارقه معاها الاستحواذ خالص. وشاف، وكنا في بعض المشاهد كان بيبقى عندنا مشكله لما بنستحوذ كتير وتتقطع مننا تلاقيها تردت علينا بهجمه خطر. الحمد لله بقى لنا ماتشين ما دخلش فينا اهداف، لكن ده عنصر موجود وارد. نادي الزمالك ابتدى في الماتشات الاخيره من ساعه الراجل جوميز ما جه يفرض سيطرته ويفرض اسلوبه على الجيم. بمعنى ايه؟ ان جوميز بيحب يستحوذ على الكوره اكتر وقت، وعنده ميزه ضافها لنادي الزمالك بيسترجع الكوره في اقل عدد من الباصات. لو تاخد بالك كده من ساعه الراجل ما جه، ماتش نهائي يعني خلينا نقيس على الفرق الكبيره اللي انت لعبتها، ماتش نهائي الكاس انت عملت ده، ما ترجمتش ده لاهداف، ولكن كنت انت فارض شكلك وسيطرتك واسلوبك على الجيم.
ماتش حتى النادي الاهلي بشكل كبير قدرت تفرض ده في اوقات كتيره من الجيم في ماتش الدوري ماتش الاتحاد. بص كده على الماتشات اللي لعبتها مع حتى ماتش ابو سليم في الكونفدراليه هناك في المجموعات برضو عملت كان شكلك واداك كان نفس القصه. احنا كسبنا هناك صح؟ كسبنا هناك 2-1 تقريبا 2-1 دخل فينا الهدف انا فاكر في الاخر كان بالظبط الجون اللي المفروض الكوره ما عدتش شايل انت حاجات كتير احمر طب برافو. فهو هو الراجل من ساعه ما جه طور فيك بشكل كبير وابتدى يفرض. فا الفرق بتلعب قصادك جيم مقفول بس انت برضو انت اللي فارض عليهم غصب عنهم ان هم يقفلوا الجيم عشان نادي الزمالك بيسترجع الكوره في اقل عدد من الوقت من الباصات. نفسك نادي الزمالك في الاستحواذ اتطور بشكل كبير جدا مع الراجل بصراحه. باحساسك انت بقى مركز الديفندر انا عاجبني اداء دونجا مرغني بشكل كبير جدا جدا وكمان الثنائيه اللي شفناها مع محمد شحاته. ساعات بنشوف ثنائيه مع عبد الله السعيد ساعات بنشوف ثنائيه مع احمد حمدي ساعات بنشوف الثنائيه مع شحاته شفنا النهارده مع زياد كمال بس العنصر الثابت دونجا. فالحقيقه لازم اديله حقه بشكل يعني كبير ويستحق الانضمام لمنتخب مصر لان انا شايف مفيش افضل منه في الحته دي داخل مصر من وجهه نظري. يعني هو لا يستحق الاشاده عشان حاجه كمان ان هو ما همتش الفترات اللي قبل كده الناس كانت بتنتقد انتقاد شديد جدا في بعض الجماهير كانت بتهاجمه ان هو لا ما يقعدش ما شفناش دونجا بتاع بيراميدز من ساعه ما جه لنادي الزمالك ولكن الراجل اشتغل ما سمعش لاي حد كان مركز بس في الملعب. الاضافات اللي جات لنادي الزمالك خصوصا في نص الملعب فرقت مع دونجا ان هي ابتدت تبين امكانياته بشكل اكبر. حضرتك اكيد عارف يا كابتن وحضرتك لعبت برضه لما بيكون جنبك لعيب تقيل بيعليك معاه. صح. فالاضافات اللي جات لنادي الزمالك فرقت جدا مع دونجا ودونجا شبح حسام عبد المجيد في حته المنظومه. ان هو لو بيلعب في مجموعه كويسه هو مش بس بيبقى كويس لا ده هو اداؤه بيزيد وممكن يطلع للماكسيموم بتاعه. فلا انا احييه بالنسبه لي رقم واحد على ان هو ما اهمتش. برافو عليك. دي مهمه جدا. بيستحق ان هو المنتخب مصر. طبعا. طبعا. طب عشان نكمل واحده واحده ممكن. ونشوف الدوت بتاع مع عبد الله وشحاته النهارده وزياد كمال خليني بس استاذنك اطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا استنونا. عزف نجوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سيمفونية كروية في ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية بثلاثية نظيفة أمطر بها شباك مضيفه دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية. وبات الزمالك أول فريق مصري يبلغ نهائي الكونفدرالية الإفريقية مرتين مثلما كان أول فريق مصري يعانق اللقب في نسخة 2018-2019. وتألق نجوم الزمالك وتفوقوا على أنفسهم على مدار شوطي المباراة حيث سيطروا بالطول والعرض على مجريات اللقاء وفرضوا هيمنتهم على مجريات الأمور منذ الدقيقة الأولى. وظهر معدن نجوم القلعة البيضاء في الأوقات الصعبة فبعدما أهدر الفريق فرصا بالجملة تحت شعار صدق أو لا تصدق في لقاء الذهاب بالقاهرة استعاد فرسان ميت عقبى الروحة وأعادوا رسم البسمة على شفاه جماهيرهم العريضة وعادوا ببطاقة الترشح الغالية. الزمالك أبدع في كوماسي وكشر عن أنيابه قبل خوض نهائي الكونفدرالية مقتربا من عناق اللقب وحصد الكأس الغالية للمرة الثانية في تاريخه. نرجع تاني لحضراتكم مكملين معاكم طبعا بعد الفوز النهارده المهم وتأهل نادي الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. مرغني أنت كان عندك شوية تساؤلات وتحفظات كده عن إن تناول الإعلام بشكل عام مع نادي الزمالك الفترة اللي فاتت حتى لو كان في تعادل حتى لو كان في مثلا إخفاق ممكن في أندية تانية بيحصل لها إخفاق لكن أنت حاسس إن التعامل ده مش بسطك والحقيقة هو مش بسط الزمالكاوية كتير. أنا شايف يعني عشان نقول بمنتهى السلاسة والسهولة ان الدنيا مش فير. يعني احصائية مثلا 21 سنة في الدور الاول دي انا اول مرة اسمعها في حياتي. في حين انت عندك النادي الاهلي لما كسب الكاس كان بقى لنا برضو 17 سنة محدش يتكلم عليها.
عندك مثلا إدارة نادي الزمالك مثلا كل واحد يقول لي غلطات عادي، مفيش، احنا مش ملايكة، احنا بشر، قد نصيب وقد نخطئ، ولكن نادي الزمالك إلى حد كبير ناجح في ملفات كتير. في حاجات بتقع، ده طبيعي. لا ده كمان وفقا للتركة، وفقا للوقت، والوقت اللي احنا فيه ده برضو مفيش حد يعرف يعمل كل الحاجات اللي عدت دي. فلما تيجي تقيم ده وفقا للوقت ووفقا للتركة التقيلة والإرث الكارثي اللي موجود والمديونيات الكتيرة ولسه عايش وبتحارب وموجود على منصات التتويج وعايز تحقق بطولة وجماهيريتك بتيجي في كل حتة، لا نحط الاعتبار مظبوط يعني. بالظبط. بس طبيعي ان احنا كجماهير عايزين 100%، صعب تحصل، ولكن الناس ساعات بتتكلم عشان عايزة الأحسن، وده طبيعي وده صحي جدا للنادي والمجلس الإدارة. بتحس الاقي إيه؟ مره واحده يتمرر لنا مثلا نادي الزمالك زيرو في كل حاجه. طب ماشي، طب يعني زيرو في كل حاجه، طب مش عارف اقولها ازاي، بس يعني غافل الاسباب. وتلاقي مثلا موقع ما نزل زيرو في كل حاجه، تلاقي حد تاني منزل في نفس الوقت نفس الكلام هو مع اختلاف الصيغه، حد تالت منزل ده زيرو في حاجة. طب هو مجلس الاداره لسه جاي، لسه ما كملش اصلا سنه، كملش ست شهور، سنه ايه بالظبط، كملش خمس شهور. فعايز تبقى فير، قول والله اللي قبل كده عمل كذا، واحد اتنين تلاته، ودول نجحوا في واحد اتنين تلاته، ما نجحوش في واحد اتنين تلاته. لكن ان انت عايز تهد المجلس اللي موجود ده دلوقتي، لا، هو مجلس اداره كده كده غصب عن اي حد، وانا اسف، هيكمل الاربع سنين. احنا ما عندناش استعداد ان احنا نعيش تاني في مرحله ان يجي مجلس اداره ويمشي بعد اربع شهور وبعد كده يجي مجلس. ما اعتقدش ان مش احنا كاشخاص، مش مرغني وابو العلا، احنا كزملكاوية كجمهور. مش قصدي كفى ما حدث من تاخر بالزبط. وترهل ندفع ثمنه سنين طويله، ولحد دلوقتي بنصحى الصبح بنلاقي قيد موقوف والحاجات اللي احنا بنسمعها ومديونيات. فاحنا كزملكاوية مش قادرين الحقيقه نشوف التكرار السيناريوهات الصعبه اللي شفناها اللي اخرتنا كتير. بالزبط. وما تمرر ليش الكلام ده وتيجي تقول لي اصل احنا نادي الزمالك نادي كبير وعاوزين نوقف على رجله. اللي انت بتعمله ده، لا، انت مش بتوقف نادي الزمالك على رجله، انت بتهد في اداره نادي الزمالك اللي هي الى حد ما لغايه دلوقتي مستقره وادت. مع طبيعي لسه بقول لحضرتك، طبيعي هيبقى في غلطات، ما احنا مش ملايكه، ولكن زي ما مركز معايا ما تركز مع غيري. هي يمكن عشان ابقى في نفس السياق، رغم ان يمكن يكون مش توقيت، احنا في يوم احتفال وعايزين نتكلم بقى عن النهائي وعايزين نتكلم عن ماتشات الدوري اللي هتكون موجوده الفتره اللي جايه. لكن بنسبه كبيره طبعا ماتش زد وماتش زد ومباراه ماتش انبي، الماتشين دول غالبا هيتأجلوا. هما كان المفروض يوم 9 في الشهر، هيبقى قبل النهائي طبعا بثلاث ايام، ويوم 14 فده مش هينفع، كان مع زد، فيبقى قبل النهائي برضه باربع ايام. فاللائحه هتقول ان غالبا عشان الزمالك يعرف يلعب النهائي بتاع طبعا كأس الكونفدراليه الافريقيه، فيبقى في عندك ماتشين الفتره اللي جايه، فده ممكن يوم كده. لكن انا بقى من خلال السياق برضه، سياق كلامك اللي برضه يا مرغني كان بنشوف ساعات ايه، ان لو غلطه عملها لاعب نادي الزمالك تبقى عارف الحبه قبه. أيوة. وغلطه تشوف لاعب تاني ممكن يعملها تبقى فيه تكتم ومفيش سبوت عليها. فدي برضو الحقيقه من الحاجات اللي يمكن في نفس السياق وواضحه للجميع، وحتى مش عايز اشخص اسامي وكلام عشان الواحد ما بيصغرش نفسه نتكلم عن اسامي، لكن بقت باينه احنا في اخطاء فجه، وفي حاجات لو اتعملت من لاعبين بعينها بالذات لابسه تيشيرت الابيض كانت ممكن تبقى الامور يعني اكثر تعقيدا واكثر سبوت، وتتمنمش الليل وتلاقي المواقع والتلفزيونات. دي برضو حاجه الحقيقه. خليني اسمي لك الناس اللي في نادي الزمالك، مش هسمي لك حد تاني. شيكابالا ليه تصرفات كتير غلط وليه تصرفات كتير صح، طبيعي زي كل لعيب. ده كل طبيعي، اللعيبه طبيعي. شيكابالا لما كان بيغلط غلطه ايه اللي كان بيحصل يا كابتن؟ حد مره فكر يعني شيكابالا اتهاجم عنصريا، ناس راحت له المقابر. بص، حصل يعني الواحد مش عايز لا بس تعبير كويس يقول، حصل جميع انواع الحاجات اللي محدش يقبلها على اي حد. هل واحد فكر يغلط اي حد بيهاجم شيكابالا؟ لا، شيكابالا هو اللي كان بيتهاجم، شيكابالا هو اللي كان بيتوقف، شيكابالا هو اللي كان بيتدبح في الاعلام. المره راح يستلم درع الدوري توقف أربع شهور. لا، عشان قال له ده أهلاوي. لا، في كان في ماتش في الاحتفالية اللي هيستلم فيه الدرع، المفروض رايحين نحتفل. ما هو ساعتها كان كمين. وخد في الأول ساعتها 8 شهور، بعد كده نزلت. فاللي هو ليه؟ أنا بس ليا رجاء عند إدارة نادي الزمالك إن هي تبتدي تخاطب من دلوقتي إن نادي الزمالك في الفاينل يدخل الجمهور بقى بشكل كامل. ماتش مصيري نهائي
انت محتاج جمهورك اكتر من اي ماتش في الفترات اللي جايه، فلازم الساعه الكامله لازمك يخاطب الساعه الكامله للاستاد ان شاء الله يا رب، يكون حضور كمان يعني خاصه مباراه العوده ان شاء الله عندنا بالزبط. ان شاء الله دي تكون من الحاجات الايجابيه، جمهور نادي الزمالك دايما في الميعاد ان شاء الله ان شاء الله. طيب بخصوص بقى ماتش الفاينل كنت عايز اكلمك طبعا عن انت سبقتني فهنتكلم عليه شويه بعد كده ممكن ابعود لماتش النهارده. ماتش الفاينل شايفه ازاي؟ دايما الماتشات مع شمال افريقيا مختلفه اكيد، ثقافاتها مختلفه، تنشنتها، لعيبه عندها طرق وعناصر كتير في الماتشات اللي زي دي، النهائيات، من تضييع وقت، من استفزازك، من الحاجات اللي هي كتيره جدا. هم كمان لعيبه عندهم محترفين ولعيبه اذكياء، وهم كمان يعني في البطوله دي دايما ليهم تواجد بالزبط. سواء نهضه بركان غالبا الاكبر يعني الاقرب بالظبط باغلب الوقت في الفاينل، دايما في معظم الوقت في الفاينل، حتى اخر اخر بطوله 2019 كان هم خدناها الزمالك، كان هم اللي قدامنا في الفاينل وكسبنا بضربات ترجيح. شايف بقى الاستعداد للماتش ده ازاي؟ شايف نفكر فيه ازاي؟ شايف نتعامل مع الماتش ده ازاي؟ والله اعتقد ان لعيبه نادي الزمالك اكيد حاسه بالمسؤوليه اللي هم فيها، وده بان في ماتش بتاع النهارده. فمش هنتكلم على يعني مش عارف اقولها ازاي، مش هنتكلم على القيمه بتاعه الماتش ازاي بالنسبه للسيزون بتاعك، لان اكيد اللعيبه هيبقوا حاسين. الجمهور زي ما قلت لك هيبقى كده كده في الميعاد، وان شاء الله هيملى الاستاد. نادي الزمالك في الفترات الاخيره بيتميز ان هو بره وجوه في افريقيا، حتى في الدوري في افريقيا بيلعب بشكل ممتاز. هل هتعرف تعملها مع نهضة بركان؟ أشك. هناك الجمهور أشرس، اللعيبة هناك هتكون حتى أشرس في الملعب، هم أذكياء جدا في الملعب، بيعرفوا إزاي يضغطوا على الحكام، بيعرفوا إزاي لو هم كسبانين يقتل لك الجيم ويضيع لك وقت. نادي الزمالك لا، هم أشطر مننا بالمناسبة في مصر، يعني لعيبة مصر كلها في الحتة دي، مش لعيبة نادي الزمالك بس. فنادي الزمالك ممكن يقابل صعوبة شوية في الحتة دي. نادي الزمالك لازم الماتش اللي هناك لازم بقدر الإمكان يحاول في بداية الماتش ما يدخلش في جون بدري، علشان مع ضغط الجمهور ممكن الأمور تفلت شوية. فلازم يعني مش هينفع مثلا تعمل معهم زي الماتش النهاردة ان تلعب بسامسون تحت الفيرود وتلعب باتنين بس في القلب، منهم واحد زي زياد كمان بيلعب ستة وتمانية فبيتقدم، هتبقى اعتقد هتبقى صعبة شوية. رغم ان انا والله يا مرغني انا شايف ان ركز يجيب جون هناك، لان لو اي حد لعبنا جيم مفتوح يعني يبقى في مغامرة كبيرة. انت عندك لعيبه بتعرف تتعامل، بس مش هينفع نفتح الجيم. لا ما تفتحش الجيم، بس هو لو لعبك مفتوح انت تقدر تشتغل. اكيد هو كده كده هيلعبك مفتوح، ان هو عايز يكسب ويجيب جول، فهيديك عايز يستغل ملعبه بالظبط وجمهوره، فهو هيديك ادفانتج ان هو هتلاقي مساحات تعرف تعمل كاونتر اتاك. انت عندك كمان يا كابتن ميزه ان انت عندك سرعات في الخط اللي قدام، عندك زيزو عنده سرعات، الجزيري عنده سرعات، مصطفى شلبي عنده برضو ايه متيابه سرعات، متيابه عنده سرعات، فعندك الحته دي كويسه تعرف تستغل الكونتر اتاك بشكل كويس. فاعتقد ان هو كمان الراجل عنده ميزه في حته ان هو بيعرف يقسم الجيم بشكل كويس. فماتش بقى العوده اكيد هتفتح خطوطك، لان انا احساسي ان احنا هنرجع بماتش بنتيجه ايجابيه، نتيجه ايجابيه من هناك يا رب ان شاء الله. ان شاء الله اعتقد ان احنا سهل نجيب جون، عندك الامكانيات دي اللي مهمه قوي. الماتش النهارده يدينا ثقه انك تجيب جون بره ملعبك بالظبط. والحمد لله من الحاجات على فكره الايجابيه جدا ان انت ولا مباراه يمكن يعني في الادوار اللي بعد التمهيديه، الحمد لله المشوار اللي فات كله بتاع المجموعات الى قبل النهائي في الماتشين فيوتشر في ثمن النهائي او قبل النهائي بعد غير ماتشين المجموعات، انت ما خسرتش ولا مباراه بالزبط. في البطوله دي طبعا باستثناء مباراه ارتس لوار اللي كانت مفاجاه لنا كلنا دي في الادوار التمهيديه، لكن انت كمان عامل ريكورد كويس انك ما خسرتش، فان شاء الله ده يساعدنا ان يكون يعني ثقه اللاعبين، ومكسبك بره ملعبك النهارده يدي رساله الفرقه اللي قدامك كان بروفا حلوه ان انت تلعب قصاد جمهور كبير. كان بروفا حلوه للماتش اللي جاي مع طبعا فرق الاختلاف في التشجيع يعني، بس كانت بروفا كويسه. ماتشات طبعا شمال افريقيا اشرس شويه بكتير فرق عندك اكيد يعني شفت القصه دي قصص كبيره جدا، والجمهور التونسي والمغربي او شمال أو افريقيا عاملين زينا هنا كده شويه، يعني 90 دقيقة ما بيسكتوش. ولكن انت لو عملت أداء كويس، يعني نادي الزمالك في بطولة أفريقيا 2020 راح كسب الرجاء في المغرب. الجمهور كان بيشجع لكن الجمهور احترمك، والدنيا ما كانتش بالشراسة. ليه؟ لأن أنت أدائك في الملعب أجبرهم على ده. نادي الزمالك يقدر في ماتش نهضة البركان يعمل نفس الموضوع. كان في حاجات عايز أقولها سريعا النهارده، كان في لفتة مميزة جدا من مستر جوزيه جوميز بعد اللقاء، اتكلم عن اهداء الفوز، ودي الحقيقه حاجه انا شايف انها لفته انسانيه مهمه جدا. هو اهدى الفوز لروح محمد مدحت المعد البدني لنادي الزمالك، ودي الحقيقه نقطه مهمه انه يبقى اللعيبه متذكراه ومؤثر معاهم، واهداه اول
التفكير ليه انه اهدى الفوز لروح محمد مدحت، وان هو هدفه التتويج بالكونفدراليه طبعا، وسعيد باداء الفريق النهارده، وشايف ان فريق دريمز عنده لعيبه مميزه ولعيبه كويسه، ويمكن ده كان معظم كلامه في المؤتمر، واتكلم عن ان اللاعبين اشتغلوا بشكل مزهو، وكان متوقع ان الاندفاع الهجومي من فريق دريمز النهارده خاصه لو جه فيهم هدف، وده اللي حصل بالزبط. ما جه فيهم هدف زي ما انت قلت، مرغني اندفع، خبراتهم برضو قليله يا كابتن، سنهم يعني كل اللعيبه ما عدا جون اوتوي تقريبا سنهم صغير. بالظبط، فاندفع هجوميا، فانت عرفت تتحكم في اللقاء، عرفت تقتل اللقاء، عرفت تستحوذ، عرفت تعمل كل اللي انت عايزه، كمان استغليت الفرص اللي جات لك. فدي كلها الحقيقه من النقاط المهمه جدا والنقاط الايجابيه اللي كانت موجوده. فدي دي صوره محمد مدحت المعد البدني زي ما اقول لكم، حتى موجوده هناك في ملعب غانا. فالحقيقه دي رساله مهمه جدا، حتى يعني اتمنى ان شاء الله ربنا يتقبله رب. عنده كان متوفي في ايام مفترجه طبعا، وخلص العزاء، وبناكد العزاء لاسرته طبعا وجماهير نادي الزمالك ككل. فدي الحقيقه من النقاط الانسانيه المهمه جدا، واتكلم عن الفرص اللي جات للزمالك عارف يستخدمها ويستغلها، وتالق محمد عواد المتصدى لفكره الحفاظ على الصفر، تتكلم في حاجات مهمة جدا، وكلم ختم كلامه بأن الزمالك هتطلع الفوز باللقب، وسنبذل القصارى جهدنا من أجل الفوز ببطولة الكونفدرالية، لأن في الآخر نادي الزمالك نادي بطولات. يعني الفرحة جميلة وكل حاجة وتديك ثقة، لكن في الآخر احنا هنفرح بالبطولة. فدي نقطة مهمة جدا. اتكلمنا طبعا عن كابتن حسين لبيب، بهنا اللعيبة وندخل لهم أوضة اللبس ويصرف لهم مكافأة خاصة طبعا. كمان كان موجود مع الدكتور حسام مندوه وعضو مجلس إدارة ومن الصندوق رئيس البعثة، كابتن احمد سليمان مشرف على الكوره، وكمان الدكتور عبد الله جورج الاستشاري او المستشار مجلس الاداره. كمان طبعا شفنا ان كمان كنا بنسال نضاي مش موجود النهارده، لكن الدكتور محمد اسامه قال ان نضاي علشان الاصابه فما بقاش موجود النهارده، واضح ان يمكن الاصابه تكررت عنده، فكان في الام في العضله الضمه. كمان اخر خبر او يعني اخر حاجه كانت حصلت في ماتش النهارده عشان يبقى عارفين كل التفاصيل، سيد نيمار وناصر منسي، يعني نيمار وناصر منسي خضعوا لكشف المنشطات. فدي الحقيقه يمكن من الحاجات برضو اللي كانت موجوده النهارده، كان قرعه بتبقى قرعه، فالاثنين اللي نزلوا سواء نيمار وناصر منسي هم اللي خضعوا لكشف المنشطات. طيب كمان يا مرغني، احنا بنتكلم على طبعا اتكلمنا على بعض الحاجات في التشكيل النهارده، دويتو بتاع شحاته ودونجا، كلمتني انت على دونجا صح، ما كلمتنيش بقى على زياد كمال يعني اول مره كلمتيش عن محمد شحاته. كلمنا على زياد كمال. كلمتش على شحاته ولا لا؟ شحاته هو اللي ما كلمتش عليه. اتفضل. انا بس كمان عايز اشيد برضو بعمر جابر، الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس جدا، برضو من اللعيبه اللي كانت بتواجه انتقادات بشكل كبير جدا، ولكن قدر ان هو يقف على رجله تاني ويبقى واحد من احسن اللعيبه اللي موجودين حاليا في تشكيله نادي الزمالك. محمد شحاته لعيب طبعا ممتاز، وعشان كده لعيب نادي الزمالك جابه، لعيب بيلعب اساسي في المنتخب الاولمبي، لعيب مقاتل جرينتا، بيفكرنا بطارق حامد. انا شايف ان هو يعني الكوره في ماتش القاهره، في ماتش دريمز في القاهره اللي نزل جابها بدماغه، مش سهل على لعيب كوره كابتن ان هو ينزل يعمل كوره زي دي. يمكن لعيبه قليله في مصر، في تاريخ مصر، اللي عملوا كوره زي دي. يعني تلاقي كابتن مشيري التبي عملها قبل كده مع الزمالك في البطوله العربيه، لما نزل جابها بدماغه برده وطلعها. كابتن مريم حسن زمان ايه؟ كابتن ابراهيم حسن زمان جه فيها جول مره للمنتخب. بالظبط، وهتلاقي مثلا كابتن حسام غالي عملها مره مع النادي الاهلي. هتلاقي شحاته، هتلاقي طارق حامد عملها في فاينل الكونفدراليه في الماتش بتاع هناك لما نزل برده جابها بدماغه. طارق حامد كان بيجيب ببقه الكوره، كان بياكل النجيله. بالظبط. بروحه الكوره. بالظبط. فانا بحب اللعيب الجرينتا اللي هو بيحب المكان او بينتمي للمكان، وبيديله زي ما بقول لحضرتك ال 100% بتاعته، حتى لو هو وحش بس بيديك ال 100% غصب عنك هتحترمه. انا شايف شحاته واحد من اللعيبه دي، زائد ان هو امكانياته كبيره، راجل بصير كويس، بيقطع كويس، مجهوده كبير، لسه صغير في السن، فهو ده المستقبل بتاعه ان شاء الله في نص الملعب يعني. طيب كمان يعني فكره ان انت كمان كنا عايزين نتكلم، قلنا على زيزو ومصطفى شلبي، اتكلمت على شحاته بشكل مميز، لكن ما كناش على الدويتو اللي كان ما بين عبد الله السعيد ودونجا، لان احنا شفنا المكان اللي جنب دونجا ده بيتغيروا عليه ناس كتير جدا حسب الماتش. بالزبط. حسب الراجل عايز ايه من اللقاء. شفنا احمد حمدي جنبه، شفنا ناصر ماهر جنبه، شفنا عبد الله سعيد جنبه. اتكلم على الثلاثه وقول لي ايه التشكيل الامثل لنادي الزمالك من وجهه نظرك في انهي بطوله بقى؟ قول لي انت يعني كل حاجه طبعا، كل مباراه غير الثانيه. عبد الله سعيد لعيب يعني مش هينفع نيجي نقيمه دلوقتي، عبد الله سعيد تاريخ كبير يعني. يمكن انا اكتر واحد مبسوط بيه في الصفقات ناصر ماهر. ناصر ماهر لما جه وعمل التصريحات زي ما حضرتك عارف، اتهاجم هجوم شديد جدا، ولكن
كان بيرد على الهجوم اللي عليه ده في الملعب، بيقدم اداء مع نادي الزمالك اكتر ممتاز، مفتقدينه بشكل كبير جدا في بطوله الكونفدراليه، وخصوصا في ماتش الفاينل. ماتش الفاينل ده هو اقوى فريق هتلعبه واقوى واشرس جمهور هتلعبه في البطوله لغايه دلوقتي. لو في ايدي احط تشكيل بقى في افريقيا بالناس اللي مش مقيدين ولا مش مقيدين، حضرتك عايز اني حاجه؟ ابدا انت، ابدا يعني افريقيا ناس عشان ماتش النهارده افريقيا. افريقيا عواد، خلينا نقول مثلا الماتش بتاع هناك الفاينل في نادي البركان، في نادي البركان بنسبه كبيره نادي البركان يعني. بص في ناس متفقين على عواد، عمر جابر، المسلوسي، حسام عبد المجيد، فتوح، دونجا، شحاته، زياد كمال، انا هلعب ثلاثة زيزو ناحيه اليمين، سيف الدين الجزيري، ومصطفى شلبي. زيزو ناحيه اليمين، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي. 4-3-2-1 4-3-3 يعني شايف ده لازم اقفل، مش هينفع ابقى فاتح خطوط او اندفع هجوميا في الماتش بتاع هناك. لا انا بالنسبه لي هقفل والعب على الكونتر اتاك. ده لقاء الذهاب، ده لقاء الذهاب، وحسب نتيجته ممكن تحط توقع او تشكيل لقاء العوده. بس يعني اعتقد ان احنا كده كده في القاعة لازم كده كده هنفتح الخطوط شويه. تلعب مين ساعتها او تغير يعني مين؟ كده كده الخمسه اللي ورا اللي هو الحارس بالاربعه تمام، بدونجا برضو، فممكن نلاعب. بص على حسب النتيجه يعني، لو انت مثلا عامل نتيجه ايجابيه هناك مثلا 1-1 فممكن تلعب مثلا بدونجا وجنبه شحاته 2-6 وتلعب قصادهم واحد هجومي مثلا زي سامسون زي ما عملت في الماتش ده. لو الدنيا عايز تهاجم اكتر فممكن تلعب دونجا وجنبه زياد كمال وقصادهم سامسون، فهي متوقفه برضو على النتيجه بشكل ولكن كده كده الثلاثه اللي قدام والخمسه اللي ورا او الاربعه ورا بحارس المرمى اعتقد في شبه اتفاق عليهم، عشان كمان انت مش يعني مثلا لو نصر ماهر موجود تلعبه في حته الوينج ليفت طبعا خيار احسن، ولكن مش معاك. عبد الله السعيد خيار اكتر من ممتاز ولكن مش معاك. فلا بحكم القايمه الموجوده في الكونفدراليه لو انا مكان جوميز يعني كنت هعمل في ماتش ذهاب اللعيبه دي، في ماتش العوده هختلف على لعيب او اتنين على حسب النتيجه اللي عملتها في ماتش الذهاب. طبعا ماتش العوده انت اتكلمت فيه. طيب الحاجه كنت عايز برضو زمايلي ياكدوا لي، احنا عندنا ماتشين هنلعبهم تقريبا، بنك الاهلي ده اول ماتش هنلعبه اما نرجع، وبعد كده سموحه، الماتشين دول غالبا هم اللي هتلعبوا يعني هم دول مؤكد هم اللي هتلعبوا. عندنا الاول البنك الاهلي يوم ايه؟ يوم ايه؟ يوم الخميس، بعديه الحد على طول، بعديه بثلاث ايام سموحه، في ماتشين مهمين جدا في سباق الدوري بمدرسه ثانيه وبالفرحه اللي فاتت، ودخل لك عنصر ناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف جعفر. فانت الترانزيشن ده والتحول ده من هنا لهنا، ومهم على فكره ان احقق نتيجه مهمه في الماتشين دول عشان ما ياثروش عليا في ماتشات افريقيا في الكونفدراليه، شايف القصه دي تتعمل ازاي؟ بص هي قصه حلوه ومش حلوه. هي مش حلوه طبعا لان في لعيبه مش هتعرف تستفاد منها في افريقيا، هي حلوه في حته ان انت هتعرف هو روتيشن اجباري ان انت اللعيب دي هتبقى موجوده في ماتشات الدوري، ففي لعيبه ممكن تريح علشان ماتشين بتوع الفاينل، فهيبقى عندك الرفاهيه اكتر ان في لعيبه ممكن مثلا واحد زي دونجا ممكن ما يلعبش الماتشين، ممكن يلعب ماتش فيهم ورايح التاني، عندك الخيارات اكتر، عندك رؤى لما يرجع برده هيديك ان انت ممكن يلعب هو في اوباما واوباما لما يرجع برضه، فعندك الخيارات متاحه بشكل اكبر. فهو الروتيشن هيبقى مفيد جدا للراجل في الماتشين دول. الماتشين دول يعني اتمنى طبعا نستغل النشوه اللي موجوده ونطبقها بشكل يعني يفيدنا، وعشان ما ياثرش على الدوري، لان الدوري خلي بالك انا شايف ان لسه بدري، لسه بدري بدري. ولا انت منظورك للدوري ايه؟ لا 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 سيبك من ترتيب الدور الاول والكلام ده، كده كده انا لسه لازلت طالما بالحسابات وبالارقام عندك امل هقاتل عليه لاخر ثانيه. ده طبيعي، ولنا في دوري بتاع فريرا عبرة. كل الناس حتى ساعتها مجلس الاداره لما جابوا فريرا قالوا ان احنا جايبينه عشان مشروع للسنه الجايه. اللي حصل ايه؟ الراجل فريرا اشتغل كويس، ابتدى يلعب على ماتش وماتش، لعب واقعي في الاخر، كان نادي الزمالك بطل الدوري والكاس. انت مش بس كنت بطل دوري، انت كنت بطل دوري وكاس. فطالما عندك امل لازم تقاتل عليه لغايه اخر ثانيه. طيب بنسبة كام في المية أقدر أقول إن مستر جوزيه جوميز بقى متحكم في أدواته؟ لأن إحنا كنا شفنا الفترات اللي فاتت كنا بنلاقي من كتر التغييرات ساعات عدم انسجام من اللعيبة، اللعيب جاي من بعيد قوي، لعيب نزله ماتش النهاردة ما نزلوش الماتش اللي بعديه، أو احتاجوا هيحتاجوا الماتش اللي بعديه ما ادالوش النهاردة، فدي نقط يعني لخبطتنا شوية وضيعت ساعات مننا توقيت وأوقات في المباريات، ونستقبل هدف تتأخر في الدخول،
للجيم. فشايف القصه دي لاي مدى مستر جوزيه جوميز ابتدى؟ شايف ان هو بنسبه ممكن تقول 80 85% يكون الم بالموضوع شويه، يمكن حتى ليه انا ما قلتش اكتر نسبه اكتر من كده لغايه دلوقتي يعني باستثناء الماتش بتاع النهارده، ان هو الناس كانت ممكن تختلف على بعض التغييرات. ماتش النهارده ما حصلش اختلاف تقريبا، فيمكن على لعيب، وفي الاخر هو الراجل اللي طلعت وجهه نظره صح وفي الاخر كسب وعمل اللي هو عايزه. لكن قبل كده كنت ممكن تختلف معاه في تغيير، في تغييرتين، في حاجات، وده بحكم ان هو برده راجل ما كانش هو جه من الدار للنار زي ما بيقولوا، جه على ماتشات على طول، ما خدش الوقت الكافي قبل ما يجي يخش في الماتشات. فعشان كده بقول لك 80 85%، ومع الوقت اكتر النسبه هتزيد. انا عجبني مثلا النهارده تعاملوا مع التغييرات، انت عشان ذكرت التغييرات ليه، خليني اقول لك طبعا بين الشوطين نزل محمد شحاته على حساب زياد كمال، ده معروف تغيير عشان زياد كمال اتعور، وكبدا الحقيقه بدا بشكل مميز وما بقاش فيه داعي ان انا ادوس على اللعيب قوي، وهنزل لعيب خبره انا لسه محتاجه تاني. برافو عليك، ونزل لعيب خبره بقى عنده، يعني هو يمكن داس في الملعب اكتر محمد شحاته، فحافظ على الاداء والتوازن. فالتشكيل ده التغييره دي عجبتني برده قوي، يعني كويس. وتغييره سامسون اما انا همشي معاك واحده واحده، ده في الدقيقه 47 الدقيقه 57 خرج سامسون ونزل احمد حمدي، هنا بيدي اشاره ان اللعب اختلف. لا وهو كمان نص الملعب ابتدى يتوه منه شويه، لان سامسون برده واجباته الدفاعيه مش احسن حاجه، فلما حس ان نص الملعب ابتدى يتوه منه عشان سامسون الخمسه يارده اللي هم اللي يرجع يساعد الاثنين ما كانش بيعملها، مع ان سامسون عمل ماتش جيم كويس النهارده، ولكن الراجل كان يهمه الجيم اكتر من اللعيب، فسحب سامسون عادي جدا ونزل احمد حمدي عشان يمسك نص الملعب. انت عارف سامسون كان عاجبني في ايه النهارده؟ ان هو كان عامل لنا عمق هجومي زياده. بالظبط. يعني الجزيره مش لوحده. هو الراجل عشان كده كان ملعب. كان قريب للمرمى وبيحاول يلعب على المرمى وبيبص للجزيره كتير، فكان هو فعلا قريب من الحته اللي قدام. بالظبط، عشان هو يعني الراجل طلعت وجهه نظره صحيحه في البدء بسامسون. يعني وفي اعتقادي عشان توقع ان الجيم يبقى مفتوح. بالظبط. فممكن استغل سامسون بتحجيزه على الكوره في الحته اللي قدام دي، يزود مع الجزيري العمق الهجومي. بالظبط. طيب احمد حمدي لما نزل، احمد حمدي لا يعني احمد خلي بالك، احمد حمدي لما نزل الجون الثالث جه على طول الدنيا بقت حلوه بقى. الدنيا بقت حلوه والماتش بقى سهل والدنيا بقت لطيف، يعني الجون الثالث ساعده بشكل كبير برده في ان هو يبان ان هو كويس. يعني شفنا بقى اللي هي حاجات مدرسه الفن والهندسه اللي هي من لمسه ولعبه، وتحس ان انت بتلعب على ملعبك. بالظبط، خلاص الجمهور كمان انت اكبرت بالنتيجه بالاداء، خلاص الجمهور يعني خسران 3-0 وفي ملعبه، خلاص الجمهور ما كانش ليه عين ان هو يشجع يعني. طيب الجزيري الراجل برضه في الدقيقه 74 عمل حاجه الحقيقه كويسه، خرج سيف الدين الجزيري ونزل ناصر المنسي، خرج مصطفى شلبي ونزل سيد نيمار. طبعا التغييره دي عشان يريح الجزيري، بقى هو اللي كان بيلعب الفتره الاخيره فكان عايز يريحه، والجزيري كمان عمل اسيست الجون الثالث النهارده، فلا فكان بيراقب يعني سيف الدين الجزيري. بالنسبه لي في الماتشات الاخيره ماشي بشكل كويس، اتمنى منه عشان دي الحته بس اللي ناقصاه، حته الاستمراريه في الاداء الكويس. هو لعيب كويس قوي ولكن يعيبه حته الاستمراريه، ممكن يديك 3-4 ماتشات كويس يقع ماتش ولا اتنين. فلو كمل حته الاستمراريه دي هيبقى من اكتر اللعيبه المفيده ليك لنادي الزمالك. انا شايف الحقيقه لعيب هايل ومميز وعنده نمط مختلف، وانا الراجل على فكره في البدايه ما كانش بيلعبه. بالظبط. النهارده في التغيير لما كان بيسلم عليه، لا انا حاسس ان هو ابتدى يعرف قيمه سيف الدين الجزيري، خاصه في الماتشات القويه. هو رخم في الملعب. ده شرس. بالظبط. دايما اقول عليه كلمه مرغني، الجزيري ده بياخد الكرات اللي مش بتاعته. بالظبط. يعني ترمي له الكوره تحس انها مش بتاعته خالص، يروح عمل ضربه جزاء منها. بالزبط. زي ماتش فيوتشر مثلا. بالظبط. ماتش الاهلي. بيضغط بيقرف السردباكين. بيضغط عليهم، تلاقيه بيعمل تاكلينج النهارده، عمل تاكلينج على الحارس، تلاقيه بيعمل تاكلينج على السردباكات. ماتش الاهلي ضربه الجزاء اللي هي ما اتحسبت وبعد كده اتلغت، هو ضاغط على عبد المنعم وغلطه وخدها ورقص ربيع. التاكلينج اللي عمله عبد المنعم لما خلاه عبد المنعم ياخد انذار، فلا هو يعني لعب شمال افريقيا اللي انت محتاجه متمثله في سيف الدين الجزيري. وهو يعني لا هو لعيب كويس جدا، ينقصه بس الحته دي، لو عملها لا هيفرق كتير مع نادي الزمالك. طيب خروج مصطفى شلبي برضه طبيعي، برضه مصطفى شلبي لسه راجع من اصابه، يمكن ده تاني ماتش ليه بعد الاصابه، والنهارده احسن كتير جدا من الماتش بتاع القاهره، فممكن يكون الراجل يكون قلق عليه مع لسه راجع من اصابه والجو حر والنجيله عاليه، فالراجل ممكن يكون خاف عليه من الاصابه العضليه او حاجه، فعشان كده ممكن يقرر ان هو سحبه. بيديله تدريجي. خصوصا الماتش كمان نتيجته واجواءه ساعدتك ان انت تخرج اي حد عادي يعني. ما هو ده اللي عاجبني، ان انت عرفت في وقت معين افهم واستوعب وادرك ان انا ممكن
اعمل ايه، افوق حد واريح حد. بالزبط. فدي نقطه انا عجبتني جدا النهارده توقيت التغييرات، دي نقطه مهمه. انا خليت النهارده نصر المنسي نزل، اتكلمت على الجزيري، طب نزل الجزيري فاق واطمنت عليه، نصر المنسي بفوقه تاني، بحسسه تاني بالملعب عشان ما حسسوش ان هو بعيد. النهارده عمل واحده الحقيقه هارد لاك فيها جدا. بالظبط، مهم جدا اللعيبه يا كابتن وانت عارف ان هو يحس ان هو مش بعيد وانه على طول موجود في الملعب وان المدرب بيديله على طول. فدي حاجه مهمه جدا، والراجل جوميز بيعملها بشكل كويس جدا مع اللعيب. نفس الكلام نزل سيد نيمار برضه، سيد نيمار برضه كان تغييره كويسه في مباراه الاهلي، وفجاه الراجل ينزله وفجاه يبعده، بس ابتدى يحطه في حته لقدام الفترات الاخيره فنزله مكان مصطفى شلبي. هو نيمار الفتره الاخيره يمكن هو فريرا اللي لعبه في حته الوينج باك اللي هو ناحيه اليمين دي، مع انه اصلا مركزه الاساسي وينج ليفت في الناشئين، ولكن اتمنى ان شاء الله ان هو يبذل مجهود اكتر عشان يحاول يحجز مكان، لان هو لعيب كويس يا كابتن. فاتمنى مين يبذل مجهود اكتر عشان يحاول يقنع الراجل. ده في الدقيقه 75، وسامسونج كان في الدقيقه 57، وزياد كمان بين الشوطين، فالجزيري ومصطفى شلبي خرجوا في الدقيقه 74. في فتوح في بقى خروج فتوح في الدقيقه 80 ونزول مصطفى الزناري. برده خلي بالك الزناري كان ليه تواجد كويس الماتش، كان الماتش اللي فاتوا وحللك ازمه لما كنت بالزبط. تضطر تودي عمر جابر اتصاب في ماتش القمه بالظبط، والزناري كان نازل مركز. يعني لو تركز في الزناري كده يا كابتن في ماتش النادي الاهلي قطع كور كتير جدا، التكالين بتاعته كلها كانت موفقه، قدر يوقف الجبهه بتاعت علي معلول بشكل كويس في عز ما كان الاهلي بيهجم من الحته دي. لا كان واقف ومركز ويعني الحمد لله وقف على رجله بشكل كبير جدا. وعشان كده لا ما انت جاي، انا جايب لعيب علشان يقف معايا او يبقى كويس في الماتشات الكبيره. وابتدى كمان حته الاو دي نكتشفها في الزناري ونستغلها. بالظبط، دي نقطه برده مهمه، يعني انت جبت منها جون خلصت بيها ماتش، فاكيد نقطه مميزه جدا. وخلي بالك التغيير دي ممكن يكون عملها كمان عشان لعيب رقم 19 اللي هو اللعيب المميز الاشول بتاعهم اللي كان بيلعب ناحيه فتوح، وفتوح برده لسه راجع من اصابه عايز يريحه، مش عاوز يخليه يعمل مجهود بدني كبير. الراجل الاشول ده مش عاوز يقرف فتوح بلغه الكوره كده، فقال لك خلاص هنزل عمر جابر وديه الناحيه الثانيه يلعب على الراجل شويه، وفي نفس الوقت الزناري ينزل ويبقى رجله في الماتش. انا متعب لان برضو الراجل اخره وبعدين اداله في وقت مناسب، حسينا ببدايه وتحس ان هو كتب يعني اسمه مع جمهور الزمالك ابتدى يسال عنه. احنا كجمهور او في ناس من الجمهور ممكن تسال على لعيبه بعينها، بس احنا مش عايشين مع المدير الفني في الملعب في التدريب. احنا مش شايفين الحاله بتاعت اللعيبه عامله ازاي، فهو اكتر واحد عايش مع اللعيبه وشايف اللعيبه بتادي ازاي في التدريب. فاعتقد ان المدير الفني هو انسب واحد يعرف امتى يزق كارت او يزق لعيب او امتى الوقت المناسب ان هو يدفع بيه في الماتشات عشان ما يتحرقش. طيب احنا قلنا اتكلمنا على كل اللاعبين اللي موجودين، لكن ترافيس متيابا انت رايك فيه بقى بشكل عام؟ لانه انا لقيت النمط ده احنا محتاجينه، فكره لعيب الطرف اللي هو السريع قوي الصغير اللي هو الرشيق المرونه اللي ياخد فاولات وبيعدي بطريقه غريبه، فانا شايف ان احنا كنا محتاجين النوعيه دي من اللعيبه. ولعيب كويس وتحت السن، مش مقيله حتى في الفريق الاول. فلا صفقه يعني احنا كمان مستنيين اكتر من كده بكتير منه. بس اللي بيخليك او هيخليك تصبر عليه ايه؟ لسه سنه صغير، فهو قابل ان هو يتطور كمان اكتر من كده بكتير ويديك 5-6 سنين عادي لو ادى اللي نادي الزمالك محتاجه منه. طيب في بقى كمان يعني سؤال جه في بالي دلوقتي، طبعا التاريخ والجغرافيا يقول لك ان طبعا ماتش العوده يبقى في القاهره احسن. هل ماتش العوده في القاهره احسن، ولا السيناريو اللي شفناه في قبل النهائي ده اللي خلينا نقول لا نلعب البدايه عندنا والعوده يبقى بره، ولا انت شايف ازاي، ولا ده استثنائي؟ لا لا اصل خلي بالك، لا اكيد ماتش العوده في القاهره هيكون احسن، لان ده خلاص بيبقى اخر ماتش، ده ماتش التعويض لو في نتيجه سلبيه لا قدر الله عملتها هناك. تستفاد بقى بجمهورك، تستفاد تعرف تشحن الجمهور لو في نتيجه سلبيه، يعرف جاي مشحون اكتر، يعرف يضغط على اللعيبه، يعرف يضغط على الحكام، يعرف يضغط على الخصم اللي انت بتلعبه. لو ربنا كرمك وكسبت البطوله، فالمكسب يبقى عندك من هنا من مصر من القاهره، تستلم الكاس الكونفدراليه من هنا من مصر. لا هتفرق بشكل كبير جدا اكيد يعني. فانا اتمناها ان شاء الله نادي الزمالك المكسب بتاعه يبقى في القاهره، والاحتفال يبقى هنا في القاهره، وان احنا نستلم الكاس هنا. لكن لا قدر الله نتيجه سلبيه اكيد ما كنتش اتمناها انها تبقى هنا. وكمان خلي بالك زي ما انت قلت فعلا مرغني، تبقى عارف انت عايز ايه من اللقاء. بالظبط، تبقى مخلص الدنيا من هناك وشايف برؤيه اوسع انت عايز تعمل ايه بالظبط، زي السيناريو اللي انت محتاجه بالظبط، ايه الشوط الاول خلص ازاي هناك، والشوط الثاني هتلعب فيه ازاي، ملعبك في ملعبك اسهل بكتير لما تكون رايح هناك
محتاج نتيجه ايجابيه مع جماهير شمال افريقيا تحديدا. هم على فكره اكيد بالنسبه لهم طبعا نهضه بركان دلوقتي. انا ليه بقول نهضه بركان؟ لان بالحسابات 3-0 اللي اتحسبت دي بالهدف او باللقاء اللي ما كانش اتحاد العاصمه ما لعبش الماتش ما احنا عارفين لا الثاني كمان وبعدين وبعدين فكره ان انت عارف هم اكيد عامل لك 100,000 حساب اكيد سواء فكره اتحاد العاصمه لو عارف يعمل المعجزه وعشان الماتش ما اتلعبش كان في ازمه تيشرتات كده وقصه في الماتش ما اتلعبش بس اتحسب لنادي البركان بره ملعبه 3-0 فمطالب اتحاد العاصمه يكسب 4-0 وانا في اعتقادي صعب بره ملعبك يعني كل حاجه في كوره وارده بالظبط لكن الاقرب بالحسابات نهضه البركان بس نتخيل اي سيناريو في الاخر هتلعب فرقتين من شمال افريقيا يعني اي فرقه منهم عامله لك 100,000 حساب تلعب الزمالك ومباراه العوده في ملعبك فالموضوع كبير انت نادي الزمالك في اسوء حالاتك اي فرقه هتلاعبها هتعمل لك حساب في اسوء حالاتك يعني شوف زائد كمان ان انت مش انت كمان دلوقتي يعتبر من احسن حالاتك في الفترات الاخيره فبدل الحساب يعمل لك حسابين وثلاثه وكسبان بره ملعبك 3-0 في نصف نهائي بره ملعبك قصاد جمهور الخصم فلا الدنيا مختلفه اكيد. طيب احنا النهارده يمكن الناس واخده بالها اكيد احنا النهارده معدينا على فكره شويه احتفالا طبعا بمباراه النهارده وكمان عشان محاوله ننقل كل الاجواء من هناك من كوماسي او من غانا او من ملعب بابا يارا وكمان الاجواء داخل الاوتيل بشكل عام طبعا فندق الاقامه بتاع نادي الزمالك. خلينا بقى كمان نشوف لقاء مهم جدا 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 من غانا مع رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب. نشوف كابتن حسين لبيب قال ايه ونرجع لحضراتكم تاني. برحب بكم اعزائي مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان يعني متواجدين داخل مقر اقامه بعثه الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك ومتواجد معانا منورنا ومشرفنا طبعا رئيس مجلس اداره نادي الزمالك كابتننا الكبير كابتن حسين لبيب. طبعا بنقول له 1,000,000,000 مبروك يا كابتن منورنا ومشرفنا على شاشه قناه الزمالك ومليون مبروك على الصعود الكبير من الباب الكبير. يعني الله يبارك فيك ببارك لكل الزملكاويه وجماهير نادي الزمالك ولكل الشعب الزملكاوي في جميع انحاء العالم مكسب كبير وبعد معاناه كبيره فعلا بس لعبتنا طلعوا رجاله وبجد يعني شرفونا ما كانش يعني اكثرنا تفاؤلا يقدر يتوقع هذه النتيجه الكبيره انك انت تكسب على ارض الخصم 3-0 انما النهارده الحقيقه سواء الجهاز الفني او اللاعبين ادوا باخلاص وبفدائيه مطلقه وكلنا شفنا في الملعب قد ايه كانوا مصممين على الفوز ويسعدوا جماهير نادي الزمالك. الرساله للكابتن حسين لبيب الكابتن العظيم طبعا كابتن حسين لبيب حابب يوجه. يعني انا بحب اوجه رساله يعني لجماهير نادي الزمالك المخلصه انتوا طول عمركم بتدعموا نادي الزمالك يا جماعه يعني احنا جايين كمجلس اداره في ظروف في منتهى الصعوبه سواء من النواحي الماديه او النواحي الفنيه او النواحي الاداريه يعني احنا بنوعدكم ان شاء الله ان احنا قادرين على ان احنا نرجع تاني امجاد نادي الزمالك بس يعني استحملوا شويه وقت لان انك انت بعد الفترات الطويله اللي كان النادي بيدار فيها انا من وجهه نظري بطريقه خاطئه ويمكن ده كله بقى واضح حاليا والمشكله الثانيه ان اصبح كمان بيبقى فيه فرص للناس اللي هي كانت سبب هذه الازمات او سبب النكبه اللي هي يعني احنا بنسميها كده يعني خليني عايز انقي الكلام برضو عشان ما يبقاش الواحد بيقول كلام خاطئ انما التركه السخيفه الصعبه اللي ما كانش لها اي معنى النهارده بيطلعوا ينتقدوا وبيبتدوا يقارنوا انا مش عارف مقارنه على ايه يعني النهارده مثلا احنا لما نبقى بندفع كل هذه الاموال في قضايا كتيره جدا اي يعني اي بني ادم دارس بعض العلوم ما يقعش في هذه الغلطات ويرجع تاني يقول لك السبب فلان او علان علينا يعني احنا استلمنا نادي في كل هذه القضايا طب يعني اشكرونا قولوا لنا كتر الف خيركم ان احنا بنحاول نعمل انما بجد بقت يعني في منتهى السخافه ومنتهى الصعوبه انك انت تبقى بتحاول تأدي كل ما عليك وبتقابل بتجريح انا مش فاهم ليه يعني الناس دي فعلا مش قادره تقعد مع نفسها وتوزن الكلام اللي بيتقال انما يعني زي ما بيقولوا كده يعني ده احنا يعني نصيبنا كده وقادرين عليه وان شاء الله بوعد جميع جماهير نادي الزمالك ان شاء الله المجلس قادر على حل المشاكل كلها
على التوالي ان شاء الله، ويعود تاني نادي الزمالك والعابه كلها سواء الالعاب الجماعيه. انا عارف ان نتائج الالعاب الجماعيه ما هياش عند حضن الظن، او يعني كلنا كنا يعني مش عاجبنا، او انا بالذات مش عاجبني خالص نتائج الفرق الجماعيه اللي هي العاب الصالات، بس يعني التركه كانت ثقيله جدا، واحنا في الوقت المناسب هنطلع ونوضح للراي العام الزملكاوي كل حاجه مظبوطه، كل حاجه مظبوطه عشان ما حدش يخدعهم مره ثانيه. كل الالعاب الصالات زي ما حضرتك اشرت يا كابتن، الفرق كلها كانت متفرغه من لعيبه، وحضراتكم بتبداوا تبنوا من جديد، يعني انتوا بتبداوا تبنوا من جديد، واكيد موضوع البناء ده بيبقى محتاج وقت شويه. يعني انا ما بحبش تملي احط يعني اي حاجه مش مظبوطه في حاجه، غير ان احنا بجد اما هنطلع نتكلم هنطلع بالحقائق وتبقى الامور كلها واضحه للجميع، الجماهير الزملكاويه. بس برضو يعني انا عشان انا بحب التاني برضو ان الواحد يبقى يعني زي ما بيقولوا كده صريح جدا وحقاني مع نفسه حتى، لا احنا في بعض الغلطات مننا ما اقدرش انكر ذلك، وان شاء الله هنعمل على انك انت تغطي هذه الغلطات. بس برضو الغلطات دي بتيجي من ايه؟ من كتر الضغط ومن كتر الوقت ما كانش يساعف، يعني الناس كلها بتتناسى ان احنا كان عندنا فلات كتير جدا جدا وكلها محتاجة انها تتحل في وقت قصير جدا جدا. فاللي قدرنا نعمله ان احنا قدرنا نشوف يعني زي ما بنتكلم بالاولويات، انما اوعد الجماهير الزملكاويه ان احنا كلنا كمجلس اداره بالكامل حاطين ذهننا تماما، وان شاء الله ربنا يكرمنا. اخر حاجه بقى بقولها للجماهير نادي الزمالك بعد اذنك، ان احنا النهارده ده مجرد مباراه، احنا ما عملناش حاجه غير ربنا كرمنا، واللعيبه كانوا يعني على قدر المسؤوليه وكانوا رجاله جدا، والحمد لله احنا كسبنا النهارده. نرجو بقى من جميع جماهير نادي الزمالك تتكاتف ورا الفريق عشان نقدر نحصل على الكونفدراليه للمره الثانيه في تاريخ نادي الزمالك. تكاتف الجماهير ورا فرقته ورا جهازه الفني، ويمكن النهارده برضو الجهاز الفني اثبت ان هو بيعرف يقرا الملعب كويس وبيقدر يوظف لعيبته كويس. فيعني افرحوا النهارده يا جماهير نادي الزمالك، ومن بكره كلنا تاني نتكاتف لاجل ان شاء الله ما نحصل على الكونفدراليه تاني مره في تاريخ نادي الزمالك. وشكرا جزيلا. كابتننا العظيم كابتن حسين نورتنا وشرفتنا ودايما منور ومشرف. شكرا جزيلا، ويعني اهلا وسهلا بيكم في اي وقت. شكرا. يعني لقاء خاص طبعا مع كابتننا الكبير كابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، اتكلمنا عن بعض النقاط الهامه جدا اللي تخص جمهور نادي الزمالك، وايضا بركنا للفريق الاول لكره القدم بصعوده الى نهائي الاميره الافريقيه. نرجع مع حضراتكم تاني، وحوار هام جدا شفناه مع رئيس نادي الزمالك طبعا كابتننا كابتن حسين لبيب، الحقيقه كلام متزن جدا. بس انا لفت نظري دايما كل المسؤولين وكل اللاعبين، وطبعا كابتن حسين لبيب النهارده بيأكد دايما كلامه لجمهور نادي الزمالك وقد ايه قيمه وعظمه جمهور نادي الزمالك، وان شاء الله المطلوب منه في الفتره اللي جايه الدعم، لان التركه مش سهله، ورغم ذلك مصممين ان شاء الله على تحقيق بطوله الكونفدراليه بدايه لحد ما ان شاء الله الطريق واحده واحده. طيب كمان استمرارا للقاءات الهامه جدا من غانا، وطبعا زي ما احنا اتكلمت مع حضراتكم مهم جدا اللقاءات الحصريه دي، ونشوف الحاله اللي عايشينها هناك لاعبتنا وفرقتنا من كوماسي من غانا، ومن فندق الاقامه برضو كان في لقاء كمان مع الكابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك والمشرف على الكوره. تعال نشوف قال ايه ونرجع لحضراتكم تاني. يعني طبعا كابتننا الكبير هناخدك شويه كده من الموبايل اللي انت ماسكه، هنبارك لك على الفوز النهارده، مليون مبروك يا كابتن احمد الجنرال. انا بتابع اخبار افراح الزملكاويه، مبروك لكل زملكاوي تاهل المباراه النهائيه، ومبروك للشعب المصري ان الكره المصريه دايما رائده في الكره الافريقيه، ربنا يكرمنا ان شاء الله في النهايه والقادم احسن باذن الله. فرحه الجمهور النهارده ازاي؟ اه يعني الفرحه هنا من اللعيبه والجهاز، وطبعا بقى من خلال السوشيال ميديا، وانت شايف كل اللعيبه وعماله تبص وفرحانه، دايما الواحد بيبقى محتاج نتيجه تعبه، فسعيد ان الواد مبسوطه برد الفعل والناس كلها بتتكلم عليها والناس بتبارك لنا، والمجلس الاداره كله عمالين يبعتوا لنا تهنئات، فالحمد لله اللي جاي ان شاء الله قادم. ببارك للجماهير نادي الزمالك اولا واعضاء الجمعيه العموميه، ببارك لزمايلي في المجلس الاداره، المجلس كله بارك كابتن حسين لبيب، ببارك بقى الناس المجهود الاكثر والتعب الاكثر، الجهاز الفني واللاعبين. كابتن توعدونا
ايه؟ توعدونا بالبطوله ان شاء الله؟ ايه؟ توعدونا بالبطوله ان شاء الله؟ ان شاء الله، ده امل من اول يوم جينا المجلس ونحاطين الموضوع ده نصب عينينا ان شاء الله، ربنا يكرمنا، محتاجين توفيق ربنا زي ما كان معانا كده ان شاء الله، ودعاء كل المصريين باذن الله، والميزه ان شاء الله ان النهايه يكون في مصر، نفرح بيه كلنا باذن الله. ان شاء الله كابتن، شكرا. نرجع لحضراتكم تاني، لقاء برضو سمعناه هام جدا من كابتن احمد سليمان، والتاكيد على دعائنا لربنا، وكمان دايما الكلام عن جمهور نادي الزمالك. معانا لقاء تاني برضو من غانا مع المستشار مجلس اداره نادي الزمالك الدكتور طبعا عبد الله جورج، واحد قدامى عضويات نادي الزمالك واعضاء التاريخيين لنادي الزمالك طبعا، والده الحاج جورج سعد، وناس زملكاويه يعني مقصلين طبعا ابا عن جدا. خلينا نشوف اللقاء ونرجع لحضراتكم تاني. مستمرين معاكم طبعا في تغطيه افراح الزملكاويه عقب الانتصار الغالي والصعود الى نهائي بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه، معه ومعكم طبعا الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس اداره نادي الزمالك. دكتور عبد الله برحب بحضرتك، وشك حلو دايما وزي القمر كالعاده. ربنا يخليك يا رب، ده وش كل الزملكاويه ودعواتهم للفرقه النهارده مؤكد كانت عامل رئيسي في الروح اللي اتبثت، لان اللعيبه حست قد ايه الجمهور نفسه وعنده امل، وكانوا دايما بيقولوا احنا هنتاهل من غانا. طيب بنرجع لحضراتكم تاني، واضح ان اللقاء فيه حاجه فنيه. طب من غاني طبعا، يمكن لو حبيت اخد منك تعليق سريع على الكلام اللي قاله كابتن كابتن حسين لبيب وكابتن احمد سليمان، والكلام اللي كان هيقوله كابتن عبد الله دكتور عبد الله جورج. اولا انا عاجبني القميص بتاع كابتن حسين لبيب، هو طول عمره شياكه بصراحه. فلا هو زي ما حضرتك قلت، هي القصه كلها الناس كلها بتتكلم في حته الجمهور اللي لازم يكون مساند، وده الطبيعي بتاع جمهور نادي الزمالك. والحته اللي اتكلم فيها كابتن حسين لبيب ان احنا كجمهور نادي الزمالك او جمهور نادي الزمالك بشكل عام انه ما ينساقش ورا الحملات او الحاجات اللي ممكن تتعمل على نادي الزمالك، زي ما قلت يسرب لك حته اصل مجلس اداره ما عملش مش عارف ايه، اصل مجلس اداره مش عارف ايه. عادي انت كجمهور طبيعي ان انت تنتقد، ده حق اصيل ليك كجمهور، ولكن ما تحاولش ان انت تنساق ورا كلام الناس دي، لان الناس دي مش بتحب نادي الزمالك، الناس دي عايزه تهدم نادي الزمالك، ما تمشيش وراهم وتبقى انت مساهم في الهدم بتاع نادي الزمالك واستقرار مجلس الاداره. طيب معانا كمان لقاء دكتور عبد الله جورج تاني مع حضراتكم طبعا مستشار مجلس اداره نادي الزمالك، نرجع نتفرج عليه ونرجع لحضراتكم تاني. ما طبعا في تغطيه افراح الزملكاويه عقب الانتصار الغالي والصعود الى نهائي بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه، معه ومعكم طبعا الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس اداره نادي الزمالك. دكتور عبد الله برحب بحضرتك، وشك حلو دايما وزي القمر كالعاده. ربنا يخليك يا رب، ده وش كل الزملكاويه ودعواتهم للفرقه النهارده مؤكد كانت عامل رئيسي في الروح اللي اتبثت، لان اللعيبه حست قد ايه الجمهور نفسه وعنده امل، وكانوا دايما بيقولوا احنا هنتاهل من غانا. والحقيقه الرساله وصلت كويس قوي للعيبه، واللعيبه كانوا عند حسن الظن بيهم تماما، رجاله في الملعب ما يعني عملوا اللي مفروض عليهم وزياده، يعني بروح الاسره الواحده، كانوا عيله فعلا زي ما الكوتش قال لهم في المحاضره، انتوا لازم تبقوا عيله وكل واحد يبقى قلبه على الثاني. الحقيقه في الملعب النهارده كانوا بيلعبوا بروح الزملكاويه الحقيقيه يعني، وده كان اللي مخلي الواحد وهو جاي وحس حتى واحنا في الطياره وقبل ما نركب الطياره بالروح اللي موجوده في الفرقه. وانا لما وقفت في طائره كلمت مع ناس منهم وقلت لهم احنا جايين علشان نكسب مش عشان نتأهل، قالوا لي احنا جايين عشان نكسب مش عشان نتأهل، والحمد لله ربنا وفقهم وعملوا ماتش كبير قوي النهارده. الروح الزملكاويه حقيقيه تغلبت عليهم كلهم النهارده. دكتور شايف ان خلاص البطوله قاب قوسين او ادنى ان شاء الله من الزمالك؟ شوف فاضل الفاينل طبعا، الكرة ما بتخلصش غير في الآخر خالص، بس الولاد بالروح النهاردة الحقيقة بالفكر اللي حطه جوميز النهاردة برضو، يعني رهانه على سامسون اللي هو كان مفاجأة للناس كلها،
يعني ده بيديك الامل الحقيقي ان احنا ان شاء الله، وخصوصا ان الفاينل عندنا في مصر، ان احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا نفرح جماهير الزمالك اللي انا بعتبر نفسي واحد منهم قبل اي حاجه، يعني نفرح جماهير الزمالك ونخلي نادي الزمالك اللي احنا كلنا نحب يكونه، اللي كلنا بنتمنى نادي الزمالك يرجع، نادي الزمالك اللي كلنا حبيناه، اللي انا بقالي اكتر من 60 سنة فيه وكل الكلام ده. فالحقيقة عندي امل كبير ان شاء الله في البطولة دي. دكتورنا ودايما وشك حلو علينا زي ما انا قلت في البداية، وكل الامنيات الطيبة ان شاء الله. ربنا يخليك، واتمنى من جماهير الزمالك انها تكون عندها ثقة كبيرة في ان الفرقة دي ان شاء الله هتحقق البطولة. الله، وكل سنة وحضرتك طيبة يا دكتور، وكلنا طيبين. كلنا مصر كلها طيبة، واحنا شعب واحد ووطن واحد، ويا رب كل الخير لمصرنا الحبيبة يا رب ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا يا امين يا رب كل الخير لمصرنا الحبيبة. طبعا النهارده كان يوم استثنائي ويوم مميز ويوم مفرح للكرة المصرية وبالاخص لجمهور نادي الزمالك، مبروك لكل المصريين. وكمان كابتن دكتور عبد الله جورج اتكلم برضو عن الجماهير، ودايما الحقيقه التاكيد على فكره الجماهير وحب نادي الزمالك. مرغني لو عايز تقول حاجه اخيره جدا بسرعه جدا 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 عشان وقتنا انتهى. النهارده على فكره يوم امتد شويه طبعا لان يوم استثنائي وفرحه حظر حلو، ويوم استثنائي ووصول النهائي الكونفدراليه وتخطي فريق دريمز الغاني، فكنا حابين كمان نعيش كل المشاهدين الاجواء اللي موجوده هناك في غانا. لو عايز تقول كلمه سريعه. سريعا جدا، نفس اللي كنت بقوله، جمهور نادي الزمالك هو الحاجة الأعظم والأحسن في المنظومة. من حقك أن أنت تنتقد، عاد حق أصيل ليك كجمهور، ولكن ما تمشيش ورا المواقع أو الحاجات اللي أو الأخبار اللي بتنزل اللي بتساعد على هدم نادي الزمالك. ما تبقاش أنت الأداة أن أنت تنشر الأخبار دي، ما تبقاش أنت الأداة اللي بتساعد على انتشار الحاجات دي. إحنا متعودين منكم دايما أن أنتوا الأحسن والأعظم والأوفى والأخلص. بس مرغني شرفتني نورتني، ويوم خليك. جميل ومبروك عليك ومبروك على كل الزمالكاويه. ربنا يخليك. وقتنا خلص طبعا، للاسف كانت حلقه جميله جدا الحقيقه ومميزه واستثنائيه. الحقيقه النهارده الزمالك عرف يتغلب على كل الظروف، نتيجه كانت على ملعبنا مش اللي احنا عايزينها، تغلب على الظروف هناك، الملعب، الطقس، الرطوبه، الحر، الجماهير اللي كانت موجوده هناك. اول فوز لفريق الزمالك في غانا، بتكسب بثلاث اهداف بره ملعبك، فالحقيقه كلها نقاط ايجابيه ان شاء الله يا رب دايما مزيد من الاستمرار، ونفرح بنهائي كاس الكونفدراليه. كده وقتنا انتهى مع حضراتكم، ان شاء الله نشوف حضراتكم تاني قريبا من خلال برنامجكم زملكاوي. تصبحوا على الف خير.